خد بالك، يمكن في الحديث اللي كان حالا دلوقتي ما بيني وما بين زميلاتي العزيزات على المسألة بتاعت اهتمام مصر بلبنان. مصر مرت بمرحلة لا يراها المذيع جيدة، على الأقل يعني في أفضل المصطلحات استخداما، اللي هي مرحلة ارفعوا أيديكم عن لبنان. البعض كان يرى أنه مصطلح ارفعوا أيديكم عن لبنان وكأنه المصطلح بتاع لا داعي للتدخل في الشأن اللبناني، والبعض الآخر فسر المصطلح بأنه، ودي كانت كلمة الرئيس السادات رحمة الله عليه، بأنه مصر ملهاش دعوة بحد خالص من هنا ورايح، خلوا مصر هي بس الحدود السياسية بتاعتها تحافظ عليها وتحافظ على استقرار وأمن البلاد داخلا وعلى الحدود المصرية خارجا. الحقيقة التصورين ما كانوش سلام، يعني مسألة ان احنا نحافظ بس على مصر وملناش دعوة بحد، وان احنا ما نتدخلش ايجابا في اوضاع الدول المحيطة واللي استقرارها وامنها بيمس الامن القومي المصري، الحالتين دي ما كانتش حالات صح. وللأسف ما اقدرش اقول لك حصل تباعد ما بين مصر ولبنان، لم يحدث على الاطلاق، ولكن ولا فتور بالمناسبة، لكن اللي حصل هو ان احنا بقينا في حالنا اكتر مما يجب، ونعتقد احيانا انه في حالنا اكتر مما يجب دي تسببت لنا في مشاكل اكثر مما كنا نتصور. العودة مرة تانية للمحيط العربي وللحاضنة العربية وللمحيط الافريقي والحاضنة الافريقية وللمحيط المتوسطي وحاضنته المتوسطية، ودي حاضنة شديدة الأهمية، ومش بس عشان الاقتصاد، انت عندك أبعاد وعلاقات تاريخية كبيرة جدا تؤثر في السياسة إلى حد بعيد جدا ما بينك وما بين كل دول البحر المتوسط. خد بالك مش بس شرق المتوسط، عشان الناس ما تفتكرش ان العلاقات في شرق المتوسط بس قايمة على مسألة التقسيمات الاقتصادية اللي حصلت في المنطقة، واللي كان نقدر نقول مفجر ثورتها فعلا مش هزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه كل حاجة بأمر ربنا سبحانه وتعالى، لكن لولا الخطوات اللي خدها رئيس جمهورية مصر العربية ما كناش وصلنا إلى هذا الوضع الاقتصادي المتميز، بل قل حتى شديد التميز. طيب مصر ليها مصلحة في لبنان؟ يعني احنا عايزين حاجة من لبنان؟ لا. عايزين فلوس من لبنان؟ لا. عندنا مثلا أطماع لا قدر الله في لبنان؟ احنا طبعا ما عندناش أطماع ولا في لبنان ولا في حتة تانية، لكن العلاقات ما بين مصر ولبنان هي فعلا علاقات الأمن القومي. تاني يا جماعة، احنا في عندنا مجموعة من الدول تحيط بعدوها الرئيسي والاستراتيجي والأول، ويكاد يكون الأوحد كمان في بعض الأحوال، يعني مش الأوحد أوي، أصبح في عندنا أعداء في الجنوب يعني بصرف النظر. المهم طيب، لبنان هي واحدة من دول الطوق أو دول الحزام، دي حاجة. الحاجة التانية، ما يحدث في الداخل اللبناني عادة هو انعكاسات لكافة الخلافات اللي موجودة في المنطقة، تطلع بقى خلافات عربية، يطلع يتدخل فيها أحيانا خلافات من داخل حوض البحر المتوسط إلى آخره. وبالتالي لبنان تفضل طول الوقت بتدفع فاتورة خلافات منطقة شرق المتوسط، حلو، وفيها اللي صاحبنا وفيها اللي مش صاحبنا وفيها اللي نص نص، وخلافات المنطقة العربية بالكامل، وأحيانا بعض التدخلات بتحصل من أوروبا نتيجة قصص كتير نحن في غنى عن الحديث عنها الآن، أو يمكن يكونوا مش في معرض الحديث دلوقتي. لكن لبنان اللي بيني وما بينها بالطيارة كده 50 دقيقة، أنت لو سافرت الأقصر وأسوان هتاخد تقريبا ساعة وربع. تخيل التلت ساعة دي تفرق، التلت ساعة دي لازم، هي دي بقى مفتاح الحفاظ على الأمن اللبناني. أنا عايز فرق التلت ساعة ده أفكر فيه كده يا جماعة، لبنان بالنسبة لي فعلا فركة كعب، مش هزار مش هزار. لبنان دي لازم يتحافظ عليها، على استقرارها الاقتصادي، استقرارها السياسي، لأنه عدم وجود استقرار سياسي في لبنان يساوي فورا، وحضراتكم أكيد بتتابعوا، واللي ما بيتابعش لازم يتابع، يؤدي إلى عدم استقرار أمني في الشارع اللبناني، في المدن اللبنانية، مش بس بيروت، في الضياع إلى آخره. الجنوب اللبناني دائما تحت التهديد، الحدود اللبنانية طول الوقت محطوط عليها العين. فالعلاقات ما بين مصر ولبنان، أيوة بهذه الأهمية، لمن لا يريد أن يعتقد ذلك أؤكد لك هي أهميتها زي أهمية ليبيا بالنسبة لنا، عشان بس تقدر تتصور ذلك. حلو كده؟ طيب تعال هنا نبدأ بقى بنشوف تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيه؟ على دعم مصر الكامل للمسار السياسي في لبنان، والخاص بالسيد سعد الحريري وهو المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية كيفما اتفقت
كافة تقريبا الأحزاب والحركات السياسية في لبنان. طيب هذا المسار اللي في لبنان بيهدف إلى إيه؟ بيهدف إلى واحد، إعادة الاستقرار، التعامل مع التحديات الداخلية اللبنانية، جهود أصلا لتشكيل الحكومة، جهود مضنية، ونتمنى أنها تتم بنجاح. من ناحية تانية بيوجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع سعد الحريري على ضرورة إعلاء مصلحة لبنان الوطنية أولا، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه. يا جماعة، لبنان لحد تقريبا من سنة ونص، قول سنتين، كان الدولار بألف وخمسمائة ليرة، هو رقم يخض، لكن لما تعرف انه دلوقتي الدولار يوصل لتسعة آلاف ليرة وفي السوق السوداء بيوصل لحداشر ألف ليرة، لا يبقى ده رقم لازم الناس تغمى عليها. لما تشوف انه الأسواق اللبنانية من أغناها إلى أفقرها تكاد تكون خاوية على عروشها، مفيش حاجة تتباع، مفيش حاجة تتشرى، الناس مش لاقي هناك لا فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا حاجات زي كده بالعافيه، واخد بالك؟ ودي لبنان، ما ينفعش يعني. ده لبنان ده اللي غنت له الست فيروز، يا اخضر يا حلو، يا اخضر يا حلو، على راي الجماعه اللبنانيين. يعني بكل المحبه للشعب اللبناني وبكل المحبه للبنان اللي دايما ليها مكان كبير في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي وفي قلب انا ليها مكان قد كده اهو، اتمنى لهم باذن الله سبحانه وتعالى الخير والاستقرار. في سياق تاني، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير التعاون المشترك مع شركه اباتشي الامريكيه واللي بتعد اكبر منتج للنفط في مصر، وده خلال لقائه برئيس الشركة جون كريستمان. ورحب الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء بالاتفاق الموقع ما بين وزارة البترول عندنا في مصر من ناحية وشركة أباتشي من ناحية أخرى لتوسيع نشاطها في مجال البحث والتنقيب، وإن ده من شأنه أنه هو يعزز من مساعي مصر علشان تبقى مركز كبير دوليا لتداول الطاقة في المنطقة. احنا اشتغلنا في الغاز وبقينا الحمد لله واحد من أهم المراكز على مستوى العالم وأهم مركز موجود في منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا، واشتغلنا على الكهرباء وبقينا بنصدر، اشتغلنا على الطاقة الشمسية وعملنا أكبر محطة لتوليد الطاقة من الشمس في العالم، بنبان أسوان جمهورية مصر العربية. وبالتالي الشغل على المزيد من الاكتشافات عن طريق شركة كبيرة زي أباتشي بينقلنا نقلة تانية لقدام. فاكرين امبارح ما كنت بقول لكم احنا دايما في خطوة وخطوات للأمام. في لقاء آخر وأجندة الرئيس يبدو أن النهاردة كانت شديدة الازدحام، أو أقول لك كما جرت العادة شديدة الازدحام، أكد الرئيس السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم. وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون ما بين البلدين في جميع المجالات، خصوصا على المستوى البرلماني. أظن هنشوف تقرير، صح كده؟ هنشوف التقرير ونرجع هنا نكمل الكلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد سعد الحريري في مصر، مؤكداً سيادته دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. من جانبه أشاد السيد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر. وقد رحب السيد الرئيس برئيس شركة أباتشي مؤكداً سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلاً عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، معرباً سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة، موجهاً سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مؤكداً في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه أشاد السيد كريستمان بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس والتي قادت مصر لتصبح نموذجاً تنموياً واقتصادياً ناجحاً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالمياً أيضاً، مشيداً بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومؤكداً أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير محمد الزويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومؤكدا سيادته على ما تتميز به العلاقة المصرية الكويتية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت. من جانبه نقل السيد مرزوق الغانم إلى السيد الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمناً دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله، ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني. كما أشار السيد مرزوق الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لا سيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيراً سيادته إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة. يا أهلاً وسهلاً، هذا البث البتاعة دي
يا اهلا وسهلا، ازيكم مره تانية؟ شفتوا انا ماشي. تعالوا نحكي بقى ايه الحواديت بتاعت النهارده. بس اكبر واجمل واحلى حدوته بتحصل في مصر هي حدوته الريف المصري. اكبر حدوته واجمل حدوته بتحصل في مصر هي الحدوته بتاعه حياه كريمه. حدوته ازاي تقدر تغير من حياه 58 مليون مواطن. وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم الوزارات اللي بتشتغل على الملف ده بالمناسبة، ويمكن المذيع بيشوف أن الوزارة دي هي أكتر وزارة معنية بتغيير حياة البني أدمين، وأكتر وزارة دايما هتفضل طول الوقت تبذل جهد مضني الحقيقة عشان تغيير حياة الناس للأفضل للأحسن للأجمل. وزارة التضامن مشكورة بتطلق المرحلة التمهيدية لحملات توعية. طيب حملات التوعية دي موجودة فين؟ موجودة تبقى في قرى محافظات مختلفة، منها مثلا محافظة بني سويف، منها مثلا المنيا، منها أسيوط، منها سوهاج. ليه بقى؟ ننمي الأسرة، نوعي الأسرة، نفهم الأسرة، نفهم المجتمع في إطار مشروع كبير في الريف المصري. معانا على تليفون الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، سعيدا يكون مع حضرتك. انا اسعد بكتير على المشاهدين، واهلا وسهلا بحضراتكم. انا اسعد بكتير، يعني انا من الناس زي ما يقولوا كده بيج فان زي ما يتقال. ده شرف ليا والله. العفو يا فندم، العفو، ربنا يخليكي. دكتور نيفين، يعني في اطار مشروع الريف المصري وفي اطار مسؤولياتكم اللي انا بشوفها دايما تقيله قوي في وزاره التضامن الاجتماعي، عارف انكم بتطلقوا زي مرحله تمهيديه، حالة كده من التوعية لدى المجتمعات بتاعتنا في مختلف المحافظات، ملامح المرحلة دي ايه يا فندم؟ بص أستاذ يوسف، طبعا احنا الدولة مكلفة مئات المليارات على البنية التحتية، على المرافق، على الخدمات، شبكات مواصلات، شبكات اتصالات، محطات كهرباء، ولكن يبقى الإنسان هو الأساس، لأن في الآخر الإنسان هو اللي هيشغل كل الحاجات دي، وهو اللي هيستخدمها، وهو اللي هيحافظ عليها لما المرحلة الأولى تخلص وندخل في المرحلة الثانية في أماكن ثانية. فعندنا مسألة بناء الإنسان ده أولوية كبيرة جدا جدا لدى السيد الرئيس ولدى الدولة كلها الحقيقة، لأن بناء الإنسان، بناء الأسرة، بناء المجتمع. حلو. الحاجات دول لو احنا مش ماشيين فيهم بخطى موازية وثابتة، ومسألة يعني هو ايه اللي بيحرك الانسان، الوعي نفسه، ايه اللي يخليني انا ارشد استهلاك المية، اودي ابني المدرسة، ما جوزش بنتي بدري، ما ختمش بنتي، ما اضربش مراتي، ازاي اودي ابني الحضانة، محو الامية، الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإدمان والتعاطي، الاكتشاف المبكر للإعاقة، إن الإعاقة مش عيب، إن الإعاقة شخص طبعا مختلف فقط لا غير، إن أنا أحترم الآخر، قواعد المواطنة والولاء للمكان بصرف النظر عن انتماءات بعينها، قضايا الطار، كل شيء. ألو؟ كل ده القوى الناعمة بتاعت مصر اللي بتشكل مش بس الوعي، بتشكل السلوك على مستوى المجتمعات المحليه. وخلينا نقر ان احنا عندنا مشكله في كثير من هذه الموضوعات، وفي معلومات او عن وعي ممكن ما يكونش يعني في شكله الامثل. علشان كده احنا نازلين بحقيبه توعيه مكثفه على مستوى القرى وعلى مستوى الاسر. بيشتغل معنا قيادات محلية، مرائدات مجتمعيات، رجال دين، قيادات شبابية ونسائية. أعتقد أن المجتمع يجب أن يشارك في عملية بناء المجتمع نفسه وبناء الإنسان والأسرة، خفض نسبة الطلاق. النهاردة لما نلاقي بنت بتتجوز عندها 13-14 سنة وأطفال بتربي أطفال، يبقى حكمنا على الأجيال السابقة والقادمة بمشكلات كبيرة في التنمية طبعا. فإحنا نازلين بننزل على ثلاث مراحل.
بننزل المرحله الاولى طبعا احنا بننسق مع الساده المحافظين، والحقيقه انا احب اشتغل معاهم جدا، رجليهم على الارض، واحنا الاثنين محتاجين بعض، احنا محتاجين ننزل السياسات على مستوى الارض، وهو بيشتغل على الارض ومحتاج يستفيد من خدماتنا كلنا. صح. فبننسق معاهم، بننزل بناخد مرحله القيادات الاول اللي هيساعدونا في ان احنا نوصل للمجتمع، نعرف مين بيأثر عليه مين، عشان نقدر يعني نجتهد كلنا. المرحله الثانيه بننزل بقوافل، والقوافل دي مش بس بتتيح التوعيه، لا بتتيح الخدمه. يعني اللي عايز يسجل محو اميه بنسجل اسمه، اللي عايز حضانات وقرى ما فيهاش حضانات بنبني حضانات او بنخصصها، اللي عايز في ازمه صحه انجابيه بنعمل عيادات اتنين كفايه وننزل بقوافل وهكذا. فلازم يبقى معاها الوعي وقدامها الخدمه. المرحله الثالثه بناخد البيانات دي كلها وبنحللها، فبتقدر تعرف مثلا ان المحافظه دي عندها مشاكل واحد اتنين تلاته مشاكل ملحه، لا القريه دي فيها زواج مبكر كتير او هجره غير شرعيه، القريه دي سايبه الشغل اللي في ايدها وقاعده بتنقب على تماثيل. كل ده احنا المفروض نسيب اللي في ايدنا وكلنا نقوم نشتغل. صح. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بننفذ لقلب هذه القرى، بنتعامل مع الشباب والقيادات لان هم لازم يشيلوا المجتمعات ديت ويحافظوا على مكتسبات اللي حياه كريمه بتعملها. ما بقاش احنا بنبطن ترع وبين حد يرمي فيها قمامه. بنعمل حضانات وبين ما حدش يروحها، ما ينفعش. صح. ما ينفعش. يعني فاحنا بنستثمر في البشر وفي البناء الانسان والاسره وتنميه المجتمع بشكل عام، اعتقد ان ده مهم قوي. قوي. علشان نقدر نكمل يعني البني ادم المصري والانسان المصري هو اللي بنبني بيه مصر، مش بنبنيها له. صح. هو المفروض بعد ما بنأدي واجبنا هو كمان بيشمر ايده وينزل معانا. اكيد اكيد. طب ده اللي انا فاهمه كده، انه دي مش مجرد حمله توعيه عاديه من قوافل تبدا تجوب المحافظات، قرى كانت نجوع، كانت كفور الى اخره، او حتى عزب. لا، المساله انه في توعيه وفي كمان تقديم خدمه. بس هنا دكتور يعني محتاج برضو افهم من حضرتك، في عندكم بيانات كتير، بالتأكيد البيانات الكتير دي اتعمل لها تحليل شديد الدقة، هل أقدر أقول أنه تحليل هذه البيانات ينذر بخير؟ يعني الناس مستعدة، الناس متقبلة، الناس جاهزة، زي حاجة مثلا زي مسألة أنه إزاي نقدر نعمل عملية تنظيم للأسرة مثلا، هل الناس مستعدة لده؟ ولا حط ما بينها وما بين برامج الدولة حواجز؟ وفي نقطتين طبعا. النقطة الأولى إن الدولة أصبحت شديدة الشفافية مع نفسها. حلو. يعني بنقر إن إحنا ما بننفيش مشاكل، وما بنقولش إن عندنا كل حاجة جميلة ورائعة. صح. بنقول إحنا عندنا مشكلات واحد واثنين وثلاثة، والاعتراف بالمشكلة ومشاركتها ووضع حلول ليها ده أول طريق حلها. لكن لو هنغمي عينينا ونقول ما عندناش، لا عندنا مشاكل ولازم تتحل. واحد. اتنين، إن المجتمعات عملية التغيير المجتمعي مش سهلة لكنها ممكنة. يعني المسألة إنك إحنا بنحاول أو بنجتهد عشان نغير عادات ليها مئات أو ليها عشرات السنين. مثلا قضية زي ختان الإناث، هو في مخه أو زواج البنت سترة، هو في مخه إنه ما يجوز البنت وهي صغيرة، كده بيسطرها، لا كده بيحميها، مدرسة إيه اللي هتروحها، صحة إيه، ما كلهم اتجوزوا وهم صغيرين. فالكلام ده بياخد شوية وقت، لكن الناس أولا الناس طيبة جدا، عندها استعداد للتنمية، في ثقة أكتر في الدولة، في روح إيجابية لأن شايفين الدنيا بتتطور، وشايفين الله اشمعنا الاسمرات اتطورت واشمعنا كذا كذا. يعني احنا كمان القرى بتاعتنا هتبقى زيها زي المناطق دي. فالدوله سبقت قبل كده ببنت جسور من الثقه، يعني اكيد في مساحه اكبر ان احنا نجود اكتر ونخلي المجتمع يثق اكتر، لكن المجتمع اصبح اكثر عنده اكثر مصداقيه للدوله عما قبل. طبعا.
وبنفتح قنوات الحوار وبناخد ناس من قلب المجتمع. احنا مش بقول احنا اللي فاهمين واحنا اللي هننزل واحنا اللي هنغير، لا، احنا بننزل ندور على القيادات وبنشوف فين الفجوة، ان في قرى ما فيهاش خدمات كافية خالص، يعني فيها فجوة من الخدمات كبيرة مش صغيرة، قرية فاضية والناس بتمشي منها. فاحنا ده اللي عايزينه ان احنا نعمله، ان سيد الرئيس وجه فين القرى اللي ما فيهاش خدمات، لازم القرى دي تعيش حياه، عشان هو كده اسمه برنامج حياه كريمه. الناس لازم تعيش عيشه كريمه، فبنعرف فين الفجوات اللي موجوده، بنكمل بعض. يعني مثلا الناس هتقول الله انتوا مالكم بالصحه الانجابيه، احنا اولا مش بنشتغل لوحدينا، بنشتغل مع مجتمع مدني كمان غير وزاره التضامن. فمثلا وزاره الصحه مثقله بخدمات غير، يعني كوفيد 19 الحقيقه يعني برضو هدت حيلهم طبعا، لكن طبعا هم قدها وقدود ان شاء الله. لكن عندهم مثلا نقول وحده صحيه على قريه كبيره، او نعمل احنا عياده اتنين كفايه او اتنين او تلاته في كذا جمعيه، بحيث ان احنا عن طريق الجمعيات الاهليه نكمل خدمه الدوله. فالمجتمع المدني مع الدوله قطاع خاص ممكن يساعد في مدرسه مجتمع، ولاد اتسربوا خلاص عايزين نلحقهم قبل ما يبقى عدوا 10 سنين وما راحش المدرسه، يدخل مدرسة مجتمع أحسن ما نفقد الأمل إنه يدخل في التعليم. فإحنا نازلين بتدرس الفجوات اللي موجودة، بتدرس في المنطقة دي كم طفل متسرب، كم طفل في سن الحضانة، كم ست على وشك الزواج أو لسه متزوجة حديثا، عشان أقدر بسرعة أساعدها إنها تنظم أسرة وتستقر في علاقتها الزوجية. فإحنا داخلين في قلب البيوت، ودي حاجة جميلة جدا ورائعة جدا وراقية جدا، ان احنا نشتغل على الانسان نوفيه حقه قدر المستطاع. ما احناش الدنيا مش هتقلت بكرة تبقى جاء الدنيا وردي ورائعة وجميلة، اكيد لا، بس العملية مرحلة البناء بدأت ان شاء الله، مش هنرتد للخلف تاني. مرحلة البناء ما بتبقاش الدولة بتبني للمواطن، بتبقى الدولة الأول بتنقي قيادات وبتنقي مواطنين إيجابيين يجب أن يتحملوا مسؤولية بناء مجتمعهم مع الدولة، لأن مزبوط. الدولة بتنظم، مش مفروض أن هي تنزل تشتغل بدل حد أو تنزل تشتغل لحد، تبقى مأساة في هذه الحالة. طبعا التمكين الاقتصادي بنفتح المجال لفرص عمل، لمشروعات متناهية الصغر، لوحدات إنتاجية، حتى قيمة العمل يجب ان تثمن وتقدر، لان مفيش حاجه اسمها انا ابقى قاعد مش عاجبني الشغلانه دي اشتغل اللي في ايدي لغايه ما بكره يجي لي الشغل اللي عاجبني. صح. بس فيعني قدامنا طريق ممتع وجميل، وانا عارفه انه صعب، ولكن اثره اكيد هيبقى، هتحس ان احنا ممكن نكون ساهمنا ولو بحته صغيره في بنى بلدنا، وده شرف كبير ما بعده شرف. لا والله يا فندم أداه قدود، أنا متأكد من ذلك وعن اقتناع كامل، وبتساهموا كتير جدا 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 جدا، وأنا عارف ده. والمسألة كمان يعني مش محتاج أن أنا أقول أن أنا عارف، لأنه الحقيقة تقدر تتحدث أحسن مني مليون مرة. يعني الطريق طويل، بس مع إحنا معاكم في الإعلام، أنا عارفة أن أنتوا عندكم دور مهم جدا جدا، وأن الوعي إحنا بنغيره في الميدان وبنحاول فيه، لكن أنتوا كمان احنا على ثقة في التعاون معاكم، يعني لان احنا نفسنا يبقى كل مصرية وكل مصري عندهم وعي ايجابي تجاه نفسه وتجاه اسرته ومجتمعه وبلده، وده اللي احنا نتمناه للبلد كلنا يعني. واحنا تحت امركم لحظة بلحظة. ربنا يخليك، وشرف لينا التعاون والتنسيق معاكم، وبشكر حضرتك على المداخلة وعلى كل حاجة. احنا ربنا يشرفنا يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد عليك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، وعلى مصر كلها. وعلى مصر كلها يا رب. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر لدكتور نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بلدنا يعني. أن 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 بشرة غير سارة لكل المدخنين، ما تبطلوا التدخين، والله بتكلم جد، يعني لازم نعمل حملة كبيرة بجد وحقيقية لمسألة إن الناس لازم تقلل التدخين جدا، ويا سلام سلم لو يبطلوا التدخين، من أسوأ العادات اللي ممكن الإنسان يلجأ إليها، لأنها فعلا فعلا تدمير للصحة. الشرقية للدخان، طبعا الشركة الشرقية للدخان معروفة يعني، اوكي، تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر. احنا معانا على التليفون، لسه مش معانا؟
معانا السيد المحترم الأستاذ هاني أمان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة الشرقية للدخان. طبعا أنا بدأت المقدمة بحاجة تزعلك طن طن طن. وحاجة تزعل، اللي هو لازم تبطلوا تدخين بقى وكده. اللي هو انت يا فندم انت جايبنا على التليفون يا عم يوسف عشان تخسرنا فلوس ولا ايه؟ اهلا بيك يا بيت. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كتر خيرك، ربنا يكرمك. الحمد لله الحمد لله. لا والله احنا مش عايزين نخسركم فلوس ولا حاجة. لا يا فندم، هو الحقيقة احنا متشكرين جدا على المداخلة، وطبعا يعني كلام حضرتك كلام محترم، واحنا الحقيقه يمكن بنعمل نفس الحكايه. احنا بنقول احنا ما بنشجعش التدخين على فكره نهائي، احنا كشركه ما بنعملش اي انشطه طبعًا ترويجيه طبعًا او تسويقيه للمنتج نهائي خالص. احنا شركه يمكن حتى ما بنعملش خصم ولو جنيه ولو تعريفه ولو ربع جنيه. لو انا متاكد احنا وبنزود الاسعار بتاعتنا طبعا حسب التكلفه وحسب النظام، لكن لا، انا عايز اقوله ان احنا دي صناعه موجوده في لابد من وجودها، وإذا الشركة الشرقية لم تؤدي هذه الخدمة شركات أخرى هتأديها وقد تكون مستوردة من الخارج. صحيح. بمعنى اللي أنا عايز أقوله إن إحنا بنقدم، أنا كنت بقول يعني إحنا دراع الدولة في اقتصاديا. إحنا طبعاً لو تعرف ثلاث أرباع تقريباً ثلاث أرباع أو 75-80% من سعر العلبة هي ضرائب. والحقيقة هي ضرائب، يعني ضرائب للدولة بتروح للدولة، إحنا يمكن أكبر مورد للضرائب في الدولة. واحنا يعني يمكن يعني اكثر رقم بيروح للدوله بيجي من عندنا في الشركات. احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نؤدي دورنا الحقيقي في هذه الصناعه، مش علشان نشجعها والا علشان بنعملها. زي ما قلت حضرتك، لو احنا ما عملناهاش شركات اخرى قد تقوم بهذه المهمه وقد تكون شركات اجنبيه. ده صحيح ده صحيح. الزيادة الأخيرة دي برضو زيادة ضريبية أظنها دورية، يعني بتبقى في نفس الميعاد من كل فترة. بص حضرتك، هو الزيادة بتاعت السنة دي اللي احنا عملناها هي زيادة، انت عارف احنا بقالنا ثلاث سنين تقريبا مع أرعاد سعر السجاير الأساسية بتاعتنا اللي هي اللي تمثل 90 أو 95% من السجاير بتاعتنا. من آخر مرة رفعنا السعر أو زودنا السعر كان من سعر للشركة كان في يوليو 2018، وخلال الفتره اللي فاتت ديت الحقيقه احنا امتصينا كل الزيادات اللي كانت موجوده، وحاولنا على قدر الامكان مجلس الاداره الجديد ان احنا ما نزودش الاسعار لسبب ان احنا عارفين ان احنا السجاير هي سلعه مهمه في الدوله، واحنا كمان بنخدم شريحه البسيطه في الدوله، مش الشريحه الغاليه يعني. السنه دي كل ثلاث سنين من ساعه قانون التامين الصحي ما طلع من ثلاث سنين فاتت، القانون بيقول كل ثلاث سنين في ربع جنيه زياده على سعر العلبة السجاير. ودي الحقيقه احنا بنطبقها، يعني احنا دي اول يعني كان من ثلاث سنين طلع الزياده قانون التامين الصحي كان 75 قرش، بعدين بعد ثلاث سنين اللي هو النهارده ربع جنيه، وكمان ثلاث سنين ربع جنيه، وكمان ثلاث سنين ربع جنيه. اصل اقول انه دي هي دي الزياده الدوريه اللي موجوده. وبالنسبه لقانون التامين الصحي، وده علشان نمول منظومه التامين الصحي. طبعا في مقابل ده التامين الصحي في ضريبه، ضريبه القيمه المضافه بتزيد، وبالتالي بتروح برضه للدوله. طبعا دي الزياده اللي حصلت الحقيقه اللي هي حصلت النهارده. طب احنا بنتكلم يعني حقيقي باعتبار ان احنا بنتكلم على رافد اقتصادي للدولة، ده معناه انه في ناس قاعدة بتشتغل. احنا في عندنا كام حد بيشتغل في الصناعة دي؟ احنا طبعا الشركة الشرقية في صناعة السجائر، احنا الشركة الوحيدة المنتجة للسجائر في الدولة. وبالتالي كل السجائر اللي بتنتج محليا في جمهورية مصر العربية بتنتج داخل اسوار الشركة الشرقية. احنا عندنا حوالي دلوقتي 13,000 موظف وعامل، ودول طبعا يعني نعتبر ان هم كل واحد طبعا 13,000 اسره، يعني فاهم حضرتك ازاي؟ طبعا يعني فاحنا الشركه بتعول او مسؤوله عن عدد كبير من العماله، وبرضه احنا بنمول زي ما قلنا خزانه الدوله برقم كبير جدا في. طيب احنا شركه مصريه بتكسب ولا مش بتكسب؟ لا احنا الحمد لله شركه كبيره، احنا من اكبر شركه، احنا اكبر كيان اقتصادي موجود في الدوله،
واحنا يعني كمان طالعين في قائمه اكبر 100 شركه على مستوى الشرق الاوسط. حلو. وفي قائمه فوربس يعني. وعندنا بنربح الحقيقه، السنه اللي فاتت احنا مسجلين العام الماضي اللي فات اللي هو في 2006 الماضي مش ده اللي فات، عاملين حوالي 3.8 مليار جنيه. هل ممكن الشركة الشرقية تبدأ تخش في أنشطة جديدة، يعني اللي هي أنا مش عاوز بس أبقى بقول كلام قد يكون ترويجيا، لكن تفهمني صح؟ أنا فاهم طبعا. بص حضرتك الحاجات اللي طلعت موضة في الفترة الأخيرة دي، يعني لو تقصد الموضة هي بدائل التدخين اللي هي بالحرق. ده احنا فعلا ده بخطط لها، لان دي ده بديل للسجاير، وده هيكون من ضمن عملنا. احنا شغالين فعلا في هذا الموضوع، وشغالين بنبحث، وان شاء الله قريب على نهايه السنه هنكون في بديل اقتصادي يحمل اسم الشركه الشرقيه ليخدم الفئه البسيطه او الفئه اللي بتدخن السجاير بتاعتنا. بديل اقل خطرا، احنا بنسميه اقل، يعني اقل خطرا من مش هنقول بديل صحي، لكن بنقول عليه بديل اقل خطرا. اقل خطرا، هي الدراسات بتقول 95% اقل خطرا، لانه معظم الخطر اللي بيجي او الضرر اللي بيجي من التدخين بيجي من الحرق السيجاره نفسها. ايوه. فانت بتستنشق قطران او ثاني اكسيد الكربون جوه الرئه بتاعت حضرتك. صح. النظام الجديد ما فيهوش حرق، هو فيه تسخين، لما بيسخن التبغ فبيقوم بيقدر يستنشق منه النيكوتين، لكن ما بنقولش انه 100% او 100% او هو بديل صحي، اللي بنقوله هو اقل خطرا. مظبوط 100%. انا سعيد جدا بالمداخلة، وكنت أحب إن احنا نتكلم من زمان ونتقابل، كنت أتمنى ذلك الحقيقة. الأمر لله، ربنا يخليك. هتشرفنا، لازم بقى قريب طبعا بعد العيد، فيعني نقول كده بعد العيد كده نكون كلنا خدنا الأجازة وعيدنا، ونتقابل بعد العيد في البرنامج بقى إذا أمكن. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم هاني بيه. كل الشكر للسيد هاني امان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركه الشرقيه للدخان. اظن انتوا كده فهمتوا طبيعه الزياده ايه هي. زياده بتبقى متعلقه بزيادات ضريبيه دوريه، ودي بتحصل مره تقريبا كل 3 سنين، او اذا اقرت الحكومه ضريبه جديده على منتجات التبغ والدخان. الجيد في الموضوع بالنسبه لي، وده انا بتكلم جد، يمكن هاني بيه امان مش موجود معانا دلوقتي على الهواء، لكن انا بقولها لكم بجد بقى، انه احنا هنا بنتكلم على صناعه موجوده في مصر فاتحه 13,000 بني ادم، 13,000 بيت، 13,000 شخص بيشتغل. الجيد في الموضوع انه هيبداوا يصنعوا البدائل الجديده دي اللي انا ما بفهمش هي ايه يعني. حلو. بس المساله مش في ان انا افهم فيها ولا ما افهمش، هي المساله بالنسبه لي اقتصاديه بحته. انا بسال الناس اللي بتستخدم هذه البدائل اذا كان سعرها كويس ولا مش كويس، سعرها غالي، طيب هي متوفره ولا مش متوفره. الناس دول اغلبهم كانوا مدخنين شارهين جدا، بطلوا التدخين بشراهه وقرروا يستخدموا البدائل الجديده اللي طالعه موضه اليومين دول، اللي انا فعلا ما اعرفش اسمها ايه، بس واضح انها غاليه قوي. دولها جهاز اللي هو بيتم في استخدامه للحرق بتاع التبغ بطريقه معينه، او تسخينه لو صح الكلام، يعني تسخين التبغ تحديدا، ومن ثم يتم استخلاص النيكوتين بشكل او باخر. تكنولوجي ما بسيطه، ما هياش معقده يعني، وما فيهاش بقى القطران اللي بيتعب الصدر ويتعب الجهاز التنفسي والرئه، ويبدا هو ده يمكن يكون واحد من اهم المسببات بتاعه السرطانات وما الى ذلك. بعد الشر على الجميع يعني. حلو. هل هي صحية؟ طبعا لا. أقل خطرا؟ أقل خطرا. طيب الحاجات دي بتبقى مستوردة، زي ما قال هاني بأمان أنه هيتم تصنيعها في مصر، يبقى واحد أنا هوفر شوية دولارات لا بأس بيهم. اتنين، خد بالك، شوف بقى ساعات كده الأمور يبدو أنه شكلها غريب بس هي فعلا كويسة، هساعد ناس أكتر على إنها بدل ما تستهلك التبغ في الصورة التقليدية بتاعته يستخدموا البتاعات الجديدة اللي طالعة موضة إياها دي، ودي هتبقى بديل أقل خطرا، وفي نفس الوقت قد تكون أوفر على الجيوب. يعني مش هقولك صحتك هتبقى أحسن، لكن الخطورة اللي انت هتتعرض لها هتبقى أقل. مش هقولك هتوفر فلوس كتير، لكن هتصرف أقل شوية.
اقدر اقول لك انه ساعتها مصر مش هتضطر تستهلك هذه الامور المستورده او تجيبها من بره بفلوس كتير، لكن هندفع فلوس اقل كتير. طبعا في ناس هتفضل تجيب المستورده، ده مما لا شك فيه، وفي ناس تانية هتتجه لهذا البديل المحلي. اتمنى ان هم بدل المستورد يجيبوا المحلي. لا، الجمله اللي كنت هقولها هتتحسب اعلان، ما ينفعش. كات، خش على اللي بعده. النهارده وافق سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه على قبول دفعه جديده من الطلبه الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، طبعا من حملة الثانوية العامة وما يعادلها من الثانويات الأزهرية، والحاصلين على ليسانس الحقوق والمؤهلات الجامعية المختلفة للسنة دي والسنة اللي فاتت. ده حصل من خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد بأكاديمية الشرطة. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. تفضل سيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2021-2022 من الحاصلين على أولا الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020. اثنين، درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020. ثلاثة، المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكورا وإناث. خلال مؤتمر صحفي بأكاديمية الشرطة أعلن عن فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة وفقا لضوابط محددة، على أن يبدأ تقديم طلبات للالتحاق بالكلية لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق اعتبارا من 20 من الشهر الجاري حتى 12 من شهر أغسطس، وللعام الحالي اعتبارا من 12 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بكالوريوس تربية رياضية إناث للعام السابق 2020 هتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بكالوريوس تربية رياضية إناث للعام الحالي 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2021 والعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/8/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. ويخضع الطالب المتقدم لمجموعة من الاختبارات المحددة تبدأ بالقدرات وصولا للهيئة التي تنقسم إلى تحريري ثم المثول أمام اللجنة المشكلة للاختيار بهدف اختيار أفضل العناصر بصورة حيادية للالتحاق بكلية الشرطة. الدخول للأكاديمية للاختبار من بوابة رقم 5 اعتبارا من 6 صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية خلال فترة الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا. التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة: 1. هيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحملهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. تم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا عدة، أهمها منحهم مكافأة طوال فترة الدراسة، كما يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الشرطة عقب التخرج. وتحرص وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بعد التحقق من توافر شروط القبول وإعدادهم الإعداد الأمثل داخل الكلية لنيل شرف مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار.
77 سنة كتير جدا يا جماعة. 77 سنة على وفاة من لقبت بأميرة الفن أسمهان. اسمها الحقيقي الأميرة إيميلي الأطرش، طبعا هي شقيقة الموسيقار فريد الأطرش. العائلة هم أمراء منطقة الدروز زي ما حضراتكم أكيد ممكن تكونوا عارفين، وأظنها المعلومة يعني الأشهر تداولا إنه الناس دي أمراء، ولاد أمراء جم هنا يمكن نتيجة الكثير من الأزمات التي طالت العائلة وأطالت يعني أمراء المنطقة في هذه المرحلة من بدايات القرن العشرين. احنا معانا على التليفون الأستاذ عادل السيد محمد مصطفى، وهو مؤسس ورئيس جمعية الموسيقار فريد الأطرش. طبعا فريد الأطرش واحد من أهم الموسيقيين ومن أهم عازفي آلة العود، واحد من أجمل أو يعني عمل مجموعة من أجمل الألحان اللي سمعناها. أهلا بك يا أستاذ عادل. أهلا وسهلا، مساء الخير. إزاي الصحة؟ مساء النور، كله تمام؟ الحمد لله كله تمام وكل كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يخليك. 77 سنة على وفاة أسمهان يا أستاذ عادل، ولسه في الكثير والكثير من علامات الاستفهام حول حياتها، حول وفاتها، أو بين قوسين مقتلها. أسمهان احنا نقول أسطورة، أسطورة في الغناء وأسطورة في حياتها الشخصية طبعا. يعني 77 وما زالت موجودة وبقوة، يعني دي رسالة للأجيال الجديدة والأغاني اللي بنسمعها مهرجانات اللي ما بتعيش. يشوف أسمهان عملت 72 أغنية، قهوة وليالي الأنس وانت تعرف ويا بدع الورد، حاجات كلها معروفة وبنسمعها إلى الآن. فدي بتدي رسالة ان تعمل عمل عظيم، شيء جيد، نقي الكلمات، نقي الألحان، نقي الموسيقى، هتعيش مدى الحياة أكيد. دي رسالة الأجيال الجديدة، يعني احنا برضو من خلال حضرتك بنقول ده. أسمهان في حياتها كلها، يعني انت عارف انا عامل بكرة احتفالية عن أسمهان ان شاء الله، بعرض فيها فيلم تسجيلي انا عامله مسميه حتى واطلقت عليه اسم لحن لم يتم. وانا اقصد لحن لم يتم هي حياة أسمهان او عمر أسمهان، عمر لم يكتمل، يعني 27 سنة رحلت عن دنيانا، 27 سنة. 72 أغنية، فيلم انتصار الشباب مع فريد الأطرش الفيلم الأول، الفيلم الثاني غرام وانتقام مع العملاق يوسف وهبي. لم ينتهي، يعني رحلت أثناء وفاتها وهي بطريقة لرأس البر، حادث سيارة، يعني خليني أقول لك في شبهة جنائية 100% طبعا، يعني هو كل اعمار وقضاء وقدر أكيد. بس حادث أسمهان هي انا قابلت فنانه كبيره كانت ضرت أسمهان، يعني انا مش عايز اقول اسامي، لكن اكدت لي ان هي كانت واقفه على غسل أسمهان، وقالت لي احنا غير قلبت السياره احنا لقيناها في رصة في يعني جرح، قد يكون على حد طلقة رصاصة كده، يعني فنانة كبيرة معروفة. فهي الوفاة فيها شبهة جنائية 100% بفعل فاعل مدبر، حادث مدبر. ليه؟ هو ليه؟ يعني في برضو زي ما حضرتك تفضلت علامات، مش علامة واحدة، علامات استفهام. أسمهان كانت بتقوم بخدمة قومية وطنية لوطنها سوريا طبعا، لو يعني قامت بعمل عظيم علشان تخدم دولتها سوريا. أسمهان ده في الصعيد السياسي، الصعيد الفني برضو في وقتها، يعني شوف انت الصور حضرتك بتعرضها، شوف جمال أسمهان وجمال صوت أسمهان. كويس. لابد كان يبقى في منافس، والتنافس ده مشروع في كل الأجيال وبين المطربين والمطربات وبين العاملين حتى في أي مجالات. بس ما نشوف سبحان من أبدع وصور في شكلها وأيضا في صوتها. عبد الوهاب قال صوت من الجنة، هو يوسف فهمي. فريد الأطرش قال صوت زي الألماس دايما له بريق لم يمحي أبدا. أسمهان غنت جميع ألوان الغناء، غنت الأغنية الوطنية في وقتها، أنا بنت النيل، أخت الهرمون، ليالي الأنس اللي هي ما زالت اللي يعني
ساهمت في السياحه لفيينا. يعني شوفوا اغنيه ليالي الانس عملت ايه، ليالي الانس في فيينا لغايه دلوقتي بيغنوها على الاوركسترا كبير قوي في فيينا، ده الحان الموسيقار فريد غدر. مجنون ليلى مع الموسيقار مع محمد عبد الوهاب، شعري احمد بيه شوقي، امتى تعرف قهوه، الاغاني جميله وصوت جميل والحان روعه، فلابد انها تكون موجوده ونستمتع بيها وعايشه معانا. طيب يعني استاذ عادل، كل اللي قلته عن اسمهان لا احد يختلف عليه على الاطلاق، لكن اللغزين المرتبطين بوفاتها او مقتلها الى اخره، حضرتك قلت لي اكيد وارد تكون المنافسه، هل من الممكن انه تصل المنافسه الى حد ان اقتل المنافس؟ وبعدين فين في وسط المجتمعات المجتمع المصري او المجتمعات العربيه يعني، ونقتل بعض علشان ايه؟ علشان احنا بنغني؟ مين اللي ممكن يكون شايف انه اسمهان منافس شديد الخطوره عليه للدرجه دي، وفي نفس الوقت يمتلك هذه النفس الاماره بكل سوء الى حد القتل؟ تمام، هو هي الوفاة سهل فائل وشعر وشبه جنائية، بس مش فنانة، هو اتقال ساعتها في فنانة نتيجة التنافس اللي كان واضح قوي اللي خلى رجل الشارع بتاع البطاطا والذرة أول ما توفت أسمهان قال يبقى، خلينا نكون صريح، قال يبقى أم كلثوم. لكن ده رجل الشارع عشان جو التنافس، إنما طبعا لا ما طلعت بريئه طبعا ام كلثوم ومفيش حاجه، لكن هو الوفاه شبه جنائيه جو سياسي يعني، والاصابع الاتهام قالت المخابرات البريطانيه المخابرات الالمانيه قالوا، شقيقه الاستاذ فؤاد الاطرش قالوا، جوزها الامير حسن الاطرش، يعني اصابع الاتهام راحت اكثر لاكثر من واحد، وايضا والده الملك فاروق لان كان في قصه بينها وبين الاميره اسمهان، فاصابع الاتهام اشارت الى كذا جهه، لكن الى الان الوفاه تفضل غامضه، حادث غامض مجهول الهويه، لكن هو فاعل ايه اللي كان ممكن يبقى ايه اللي كان ممكن يبقى نقطه اختلاف شديده ما بين الملكه نازلي وكانت ملكة مصر زوجة الملك فؤاد والدة ولي عهده آنذاك الأمير فاروق الأول يعني، وما بين المطربة اسمهان، يعني إيه اللي ممكن يبقى فيه ما بينهم يؤدي إلى مثل هذا الفعل الشنيع يعني؟ أنت عارف في يعني سيدات المجتمع، يعني اسمهان كانت تروح أي مكان المعجبين يلتفوا حولها بسهولة جدا من الجمال والصوت وأميرة برضو أسمان فيها الإمارة والشياكة والشخصية برضو سيدات المجتمع في الوقت ده، والدة فاروق كان يعني ما تبقى تتواجد في حفلة مش عايز حد يعني يسرق الأضواء عنها، بس مش لدرجة التآمر للقتل يعني. يعني هي اصابع الاتهام قالت كده، هو في حاجه بس انا ما انصحش ان انا اقولها طبعا عندك، انما ممكن اقولها لك بيني وبينك، انما يعني كده شوقتني زياده يعني، هو فضولي الصحفي هيدفعني ان انا اقول يعني، طب قربها لي. لا يعني ما يعني لغايه كده احنا قلنا في الاجتماعات والسهرات الاضواء بتتسحب من شخصيه كبيره زي الملكه لاميره اسمهان، تنافس على الجمال او على الشياكه او يعني. هل كانت هناك منافسه ما بين اسمهان وما بين الملكه نازلي على قلب رجل ما يعني؟ يا سلام، انت برضه عارف كل حاجه يعني، بس مش الملك فؤاد. بس مش الملك فؤاد، دي كان واسع على العرش ممكن. يعني احنا هنا بنتكلم على محمد حسنين باشا. بالظبط، برافو عليك. وهي بعد كده تزوجته الملكه نازلي يعني، بعد وفاه الملك فؤاد. لكن كان اي مكان فيه اسمهان كان يجري ويسهر ويروح يشوف اسمهان وكده. نمس برضه كان. طيب انا بشكرك جدا استاذ عادل السيد محمد مصطفى، مؤسس ورئيس جمعيه محبي الموسيقار فريد الاطرش، شكرا جدا لحضرتك.
طيب خلونا يعني صحيح شوف عشان بس أقول لك حاجة برضو عزيزي المشاهد حتى لتختلط الأمور عليك، مسألة وفاة المطربة الكبيرة بالقطع واللي هي بقدر ما كان عمرها قصير جدا بقدر ما كان تأثيرها على الوسط الغنائي ومستقبل الغنى في مصر كان فعلا تأثير عميق الأثر وواسع وكبير، وحجم إنتاجها كان ضخم جدا على عمرها الفني وعلى عمرها في الحياة على ظهر هذه الأرض. يعني اتقتلت أو ما اتقتلتش وكان مجرد حادث، حتى هذه اللحظة لا يوجد من يستطيع الجزم بأنه أسمهان وافتها المنية نتيجة حادث أو اتقتلت. طيب اتنين، لا يوجد من يستطيع الجزم بأنه أسمهان قتلتها مثلا يد المخابرات البريطانية آنذاك أو الملكة نازلي زي ما كان بيقول أستاذ عادل أو إحدى المطربات بالقطع مش أم كلثوم، بالمناسبة دي كانت مجرد شائعة فعلا، شائعة كبيرة كانت شائعة سخيفة يعني. لكن محدش لسه يقدر يجزم، الثابت إنه مقتل أسمهان أو حادثة السيارة حتى هذه اللحظة لغز كبير ويستحق عملا استقصائيا ويبحث فيه في وثائق التاريخ والعلاقات المتشعبة ما بين أسمهان وما بين وطنها الأم في سوريا وما بين العلاقات اللي نشأت مع أجهزة مخابرات كما أشيع أو قيل. يعني هنا بقى نرجع للتحقيق، الله يدي لك الصحة يا أستاذ وائل، أستاذ وائل الإبراشي إمبراطور التحقيقات في مصر والله العظيم، ده بجد يعني صحفي تحقيقات بارع لا يشق له غبار، الله يديله الصحة يا رب. المهم تعالوا نروح بعيدا عن أسمهان إلى حدوتة الحجة سميرة رجب. الحجة سميرة رجب ربنا يديها الصحة عندها 84 سنة، وتمكنت الحجة سميرة من محو أميتها وحصل لها تشجيع جدا 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 من حفيدتها، وكانت حفيدتها تساعدها في مسألة محو الأمية. الحاجة سميرة رجب معانا على التليفون. ازيك يا حاجة سميرة؟ بيسلمك. عاملة ايه؟ كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. يا رب يخليك حاجة سميرة. اللي انا فهمته انه حضرتك خدتي قرار انه تتعلمي وتقري وتكتبي يعني خدتي قرار. أيوة. صح كده؟ أيوة. ايه اللي خلاكي خدتي القرار ده يا حاجه سمير؟ والله كان ليا الرغبه ان انا اتعلم، يعني فحبيبتي اللي هي شيماء صابر الحويتي. أيوة. هي اللي علمتني يعني وخلتني حبيت القراءه والكتابه يعني وحفظ القران. شيماء صابر؟ شيماء صابر الحويتي. اوكي، هي اللي شجعتك على كده؟ ايوه. شيماء عندها كام سنه؟ شيماء اخر سنه كليه رياض الاطفال. كويس قوي ما شاء الله. جت قالت لك ايه علشان تشجعك؟ يعني طلعت الفكره في دماغك ازاي يا حاجه سمير؟ قالت لي ممكن يعني عشان كنت عايز احفظ القران. قالت لي ممكن يعني اديك كل يوم درس كده تعرفي تقري وتكتبي. قلت لها ايوه انا مستعديه يعني. حلو خالص. عشان حفظ القران كمان. وبدات بقى شيماء هي اللي تدرس. ايوه. طب ده شيء رائع. و و و و و وقعدت تدرس لك قد ايه؟ يعني حوالي 3 شهور كده. حلو جدا. وبعد كده دلوقتي خلاص بقى تمكنتي من القرايه والكتابه بمنتهى البراعه. الحمد لله والله. الحمد لله. وحفظتي القرآن يا حاجة؟ أنا ختمته في شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. وكمان قريت الختمة بتاع القرآن. الله أكبر ما شاء الله. ده إيه الحلاوة دي؟ قريته كله برضك. إيه الحلاوة دي؟ ده شيء رائع. طب أنا ليا عندك طلب. اتفضل. أنا عايزك تدعي لي. نعم؟ عايزك تدعي لي. موافقة؟ معلش مش سامعة حضرتك. بقول لحضرتك عايزك تدعي لي.
ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. الله يخليك. والله أدعيلك أنا كل يوم بصلي الفجر يعني. ما شاء الله ما شاء يعني الله. يعني سبحان الله لما بكون نايمة في عز نومي أقوم على الأذان على طول. كل يوم أصلي الفجر. أحسن حاجة أحسن حاجة. ربنا يخليك يا حاجة سميرة، إحنا بنكلمك علشان نشجعك كمان وكمان. ونقول لك انت اديتي ناس كتير قوي 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 الامل ان هم ياخدوا قرار ويتعلموا، وما فيش حد بيقول انا كبرت على التعليم. حاضر. اشكرك يا حاجه سميره، ربنا يخليكي ويديلك الصحه، وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. ربنا يخليكي يا حاج. دكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العام العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، معانا على التليفون. يا بختنا ده كان موجود معانا الأسبوع اللي فات. ازيك يا دكتور؟ دكتور عاشور خط قطع، بس يعني احنا دكتور عاشور كان موجود معانا هنا اهو الأسبوع اللي فات تحديدا على الكرسي ده، وكنا بنتكلم طبعا باعتبار دكتور عاشور هو رئيس الهيئة العامة للكبار، وكنا بنتكلم على الاتفاق أو البروتوكول التعاون اللي اتعمل ما بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وكان بيمثلها الدكتور عاشور ومع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مسألة ازاي نقدر نشتغل مع بعض في تأهيل الكوادر اللي بتدرب وبتعلم الكبار، ومسألة تعليم الكبار نفسهم، وإزاي نقدر إن احنا نعول على الطلبة الخريجين من الكليات المختلفة وما إلى ذلك. يعني على كل حال خلونا ننتقل إلى حدوتة أخرى أو خبر آخر. دكتور محمد عوض تاج الدين طبعا يعني الأستاذ الكبير والعظيم، والدكتور العلامة البارع بالقطع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قال إنه شوفوا بقى عشان ده كلام مهم جدا جدا جدا، ولما يقولوا دكتور عوض تاج الدين يبقى فعلا طرطق ودانك، ده بجد مش هزار. دكتور عوض ما بيقولش كلام مطلق على عواهنه، يعني مش كلامه خلاص، ده بعد مراجعة شديدة، واحنا بنتكلم على تخصصه على شغلته. هناك بعض الدول خدوا بالكم تعرضت للموجة الرابعة أو الخامسة من كورونا، علشان كده لازم نبقى مستعدين لأي موجة مقبلة. الكورونا يا جماعة، وهنا ينتهي كلام دكتور عوض تاج الدين، الكورونا يا جماعة لا ثابت أخضر ولا يابس، لا أخضر ولا أصفر. الكورونا ملهاش كبير. الكورونا دخلت على بلد زي أمريكا، أمريكا رئيس مجلس إدارة العالم طق رزع، انجلترا حتى انه بوريس جونسون وزير رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا او رئيس الوزراء في بريطانيا قال لك نحن نخشى من انهيار منظومة التأمين الصحي والخدمات الصحية في بريطانيا نتيجة ايه؟ نتيجة الكورونا. انا بقول لك هنا بريطانيا. ألمانيا دخلت في لوك داون قد ايه عبد الله باعتبار عبد الله زائر مستمر الألمانيا؟ اظن 3 أسابيع ولا 4 أسابيع، ده في الموجة الأخيرة دي اللي انت هنا كنت واقف على رجلك. فرنسا ماشي، مش هقول لك الهند يا عم، الهند ناس زي حالاتنا ناس طيبين ما بيسمعوش الكلام. والله ناس طيبين جدا زينا، مفيش سمعان كلام اطلاقا. البس كمامة. كمامة ايه يا راجل؟ البس الكمامة، يلبس الكمامة 90 مرة، بنسلف الكمامات لبعض، اركب التاكسي واقلع الكمامة سنة اتخنقت، حاجات كده بقى. مصر زي الهند، لكن ربنا سبحانه وتعالى وشاء العلي القدير ان احنا يدوب 100 مليون حاجة في الفورتي فورتي، الهند احنا بنتكلم في 1,300,000,000، ده صباح الفل كده يعني، فصلوا مننا 13. معدل الرعايه الصحيه عندنا طبعا اكبر من الهند بكتير، بالرغم من الهند اكبر مننا اقتصاديا، وهنا فيها مفارقات يعني بالمناسبه عشان بس تبقى واخد بالك من شويه حاجات كده. فتاني خدوا بالكم، ده مش معناه يعني كلام دكتور عوض تاج الدين مش معناه انه في موجه جايه من الكورونا، هو بيقول ايه؟ نبقى مستعدين. جو بقى ايه بتاع الساحل الشمالي ده واحنا فاهمين بعض، وكل ما نشوف بعض بلاش يعني، الله يرحمه جورج سيدهم، ف
في مسرحية المتزوجون، قال لك وهوب راح الدخل على مجلس الإدارة واحد واحد، تتكوم أهو بالظبط كده، ده اللي هيحصل في الساحل الشمالي. أنا بقول لكم كده من دلوقتي، كله هيتكوم. بلاش بلاش، النهاردة كان عندي اجتماع مهم جدا، في هذا الاجتماع الرجل الفاضل اللي كنت أنا مجتمع معاه في حضرته لأنه مدير كبير يعني ليا، فوجئت لم أكن أعلم أنه أصيب بالكورونا، قعد 45 يوم في المستشفى منهم 15 عناية مركزة، حكالي ما يشيب له شعر الجنين في بطن أمه، حقيقي مش هزار. أنا كل ما أشوف حد تعرض لموجة شرسة أو ضربة شرسة من الكورونا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، أقول له يا رب الحمد لله الحمد لله. المسألة وحشة، أنا شفت مراتي جالها كورونا حصل إيه، ولادي جالهم كورونا حصل إيه، لحد دلوقتي أنا اللي معدي الحمد لله والشكر لله ما شاء الله. بس يا جماعة المرض ده وحش وبيتطور وداخل في بتاعة جديدة كده اسمها ايه يا يونس، الكورونا الجديدة اللي داخل علينا ده، لمبادا لمبت ايه لمبت ايه عمرو زكريا. يا عمرو انا تعبت منك والله العظيم، تعبت منه صاحبي واخويا وعشرة عمر والله 11 سنة يا عمرو. قال انا الوان وطالب المساعده عشان بس ايه مش حافظ اسم المرض فعايز ابص عليه، فبدل ما اقعد ابص مش لابس نظارتي، قال لي لمبا لمبا لمبادا سيمبا. عمرو طبعا غاوي افلام كرتون، اقول له ايه بس، رهيب رهيب رهيب، هيجنني يا عمرو شقي. طيب فخدوا بالكم، احنا بنتكلم على الكورونا كوفيد 19، طب عشان نواجه كوفيد 19 عشان نواجه الكورونا حتى لا نتعرض للموجات الرابعه والخامسه، حتى لا نتعرض للمبادا، طلاب لمبادا دي على ايامنا كانت رقصه مزيكا تحديدا واتعمل لها فيلم. المهم طلاب حاسبات ومعلومات كفر الشيخ، كليه الحاسبات والمعلومات في كفر الشيخ، بيبتكروا روبوت ذكي، أي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على حسب ما أنا فاهم كده، يقدم المشروبات للمترددين على المقاهي. إشي خيال يا ناس، ولادنا في كفر الشيخ عملوا لنا روبوت يخش المطاعم ويخش القهاوي، والله العظيم عيال سكر فلة برافو عليهم. دكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف، ومساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. مساء الفل على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب مقدما بإذن الله، وحضرتك بالصحة والسلام. يعني يا بخت طلبتك بيك اللي توفر لهم الدعم ده وتساعدهم وتشجعهم، والحقيقة كمان يا بختك بالطلبة الشطار دول. الله يبارك فيك يا استاذ يوسف، طبعا كل الفضل يرجع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه المسؤوليه واعطائه الاولويه للتعليم والبحث العلمي وتوجيه سيادته لنا، هنوفر كل الامكانيات للجامعات وابناء الطلاب بحيث يكون التعليم تعليم تطبيقي حقيقي راقي ذو جوده عالميه، والخريج كمان الجامعات المصريه يكون خريج يعني منافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. ده اللي خلانا، والاستثمارات الضخمة اللي بتنفقها الدولة المصرية في الجامعات المصرية والتعليم والبحث العلمي، خلانا نوفر كل الإمكانيات اللازمة للعمليات التعليمية. ويمكن بكل ثقة أقول لحضرتك يعني أن جامعة كفر الشيخ جامعة مستواها يعني يفوق المستوى العالمي، ده حاجة محترمة بصراحة خالص. طب دكتور عبد الرازق، يعني بجد الولاد عملوا روبوت ياخد الطلبات ويروح يجيبها ويرجع لي؟ ما فيش شك طبعا ان ولادنا يعني زي حضرتك ما تفضلت مبدعين ومبتكرين، ولما بتوفر لهم الامكانيات والتحفيز المناسب اللي احنا بنوفره لهم، ما فيش شك ان هم بيبدعوا ويبتكروا وبيستخدموا زي حضرتك ما تفضلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في يعني برمجه الاله والديب ليرنينج وتحليل البيانات الضخمه
كلاود كومبيوتنج والحاجات اللي يعني الثوره الصناعيه الرابعه او متطلبات وظائف الثوره الصناعيه الرابعه، والذكاء الاصطناعي طبعا داخل في كل شيء، بيقدم حلول يمكن لحاجات كتيره جدا. واحنا حريصين ان الساده الاعضاء التدريس ومع ابنائنا الطلاب تبقى مشروعات التخرج بتاعتهم مشروعات تطبيقيه تحل مشاكل حقيقيه موجوده في المجتمع. ده كويس جدا. طيب ودلوقتي جربتوا يا فندم يعني المشروع ده، جربتوا البروجكت ده، جربتوا الروبوت؟ جربنا الروبوت يا فندم، وده مشروع تخرج واتحكم من اساتذه يعني متخصصين، و يعني طبعا يعني وموجود الروبوت في الجامعه، ويمكن يعني زي اولادنا ما قالوا في البيان اللي صدر عن الجامعه وعن وزاره التعليم العالي الاستاذ الدكتور خالد غفار مشكورا، لان طبعا الدكتور خالد بيتابع يوميا تنفيذ التوجيهات الرئاسيه في الجامعات المصريه وبيقف على كل جديد. ويمكن الجامعات المصريه يعني وجامعه كفر الشيخ بالاخص احنا كل يوم في جديد يا استاذ يوسف. ما شاء الله. وده الحمد لله يعني بدعم سياده الرئيس، و يعني توفير الدوله المصريه بتدخلش دلوقتي على التعليم والبحث العلمي باي امكانيات ماديه ولوجستيه، وبنحاول دايما ان كل يوم يكون في جديد سواء في التصنيفات العالميه ودخول الجامعات المصريه بقوه في السبع سنوات الاخيره في التصنيفات العالميه في النشر العلمي الدولي والاستشهادات البحثيه، يعني اصبح لنا يعني موطئ قدم ما بين الكبار في العالم. والله دي حاجة تشرف، احنا كل اللي احنا نتمناه بانه يتعمل له بقى تجربة مرة واثنين وعشرة وألف، ويحصل له كل التطويرات الممكنة بالتجربة والخطأ لحد بعد كده بقى ما نقول ايه هنصنعه وتعمم التجربة بإذن الله. احنا طبعا يعني معنيين يعني اولادنا نجيب لهم كورة الشركات، واحنا كل سنة بنعمل يعني ملتقى توظيف للخريجين عندنا، وبن نجيب الستيك هولدرز سواء الشركات المتخصصه ويعني رجال الاعمال المتخصصين والمهتمين بمثل هذه المشروعات، وبيقعدوا مع اولادنا والحمد لله يعني بيبقى فيه نتائج مهمه جدا، وان شاء الله بالنسبه يعني للمشروعات الجديده في الحاسبات والمعلومات. وبطمن حضرتك برضو ان احنا عندنا يعني مشروعات تخرج في كليه الهندسه فيها روبوتس وفيها يعني سيارات كهربائيه، ويمكن عن يعني كمان كليه الثروه السمكيه مشروعات تخرج فيها يعني ابتكارات جديده في الاعلاف واضافات الاعلاف للمزارع السمكيه. يعني الحمد لله اولادنا يعني متفوقين الروبوتات الروبوتات والعربيات الكهرباء دي هاجي واجرب، ده تحت امرك الشباب وهاجي اسوق وانطلق يا باشا. اتشرفنا والله يا استاذ. عندكم يعني تراك يتسع لسرعاتي ولا ايه؟ جامعه كفر الشيخ يعني الحمد لله يعني زي ما قلت لحضرتك الامكانيات التعليميه والبيئه التعليميه والبحثيه والكامبس نفسه مستوى يفوق المستوى العالمي. ما شاء الله ما شاء الله، بس حقيقي حقيقي يعني احنا باذن الله سبحانه وتعالى لازم هنجيلكم قريب جدا جدا جدا. شرفنا يا يوسف، شكرا جدا يا دكتور، وتهانينا مره ثانيه وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. والله والله حاجه جميله جدا لما الواحد يشوف الطلبه الشبان اللطاف الظراف في جامعات، والجامعات من بتاعتنا يعني اللي احنا نعرفها طول عمرنا من واحنا عيال صغيره، الجامعات اللي هي ما هياش الجامعات اللي هي بتاعه الاسماء الاجنبيه. انا بالمناسبه يعني انا مع اكتر حد في الدنيا اقول يا جماعه وناخد ولادنا ونوديهم بعثات ويتعلموا بره ويروحوا يشربوا العلم ويتشربوه ويرجعوا لنا مره تانية وهكذا يعني. ودي حاجة موجودة في عيلتنا كلها، عيلة أمي كتير جدا، عيلة أبويا كتير جدا، ناس كتير جدا سافرت بره وتعلمت، اتعلموا بقى في الجامعة، اتعلموا ماجستير، اتعلموا دكتوراه، والكل رجع وقرر إنه يعود إلى بلده سالما آمنا يبدأ يفيد مجتمعها. وبالمناسبة نصنا ما طلعش بعثات على حساب الدولة، يعني يطلعنا على حسابنا، يطلعنا بمجهودنا الشخصي في ان احنا حصلنا على ما يطلق عليه سكولرشيب او المنحة الدراسية، وبالتالي ما كانش عندنا الالزام. انت عارف لما بنطلع بعثة على حساب الدولة بقى في عندنا الزام ان احنا لازم نرجع تاني. بس والله انا بكلمكم بجد انه الكل رجع علشان البلد حلو، وبنرجع من زمان يعني من زمان قوي يعني. بس انا بتبقى فرحتي حقيقيه لما الاقي الولاد بتوعنا كده اللي متخرجين من الجامعات بتاعتنا، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، جامعه اسيوط، جامعه جنوب الوادي، قناه السويس، جامعه كفر الشيخ، جامعه طنطا، الخ
لما بلاقي الولاد دول اللي هم بتوع التعليم العادي بتاعنا ده أمخخهم كده أقول يا سلام أنا مطمن، مصر زي الفل. 100 فل و14، 100 فل و14، حلو. ده واحد. اتنين، أقول ده احنا كده بقى لازم نستثمر في الولاد دول زيادة وزيادة، يعني لازم القطاع الخاص أقول إيه طيب، يحس على دمه. طيب مش عايز أقول كده، بس يتلحلح مع العيال، ادولهم منح، خليهم يبنوا مراكز بحثية حلوة جوه الجامعات، ساعدوا الجامعات دي وتبرعوا لها. عاوزين تبقوا رجال أعمال بجد، مش رجال فلوس ولم فلوس وخلاص، اعملوا زي رجال الأعمال اللي في أمريكا ورجال الأعمال اللي في أوروبا. الناس دي بتبص على الاستثمار صح، ما هماش ملايكة. الناس دي بتاخد بعضها وتروح تمول مراكز بحثية في الجامعات علشان خاطر تضمن ان خريجين الجامعات دول هيجوا يشتغلوا في شركاتهم بعد كده، الشركات الخاصة دي، ويكبروا لها هذه الشركات بابتكارات واختراعات جديدة وتطوير في الصناعة والتكنولوجيا وهكذا. رجل الأعمال اللي هناك ليه بيمتلك 100 مليار و150 مليار؟ مخه مختلف عن بتاعنا. بتاعنا عاوز فلوس بسرعة في السريع البني. ممكن تلاقي عندنا في مصر مثلا 5 6 هما اللي بيشتغلوا زي بتوع بلاد بره، والله بكلم بجد 5 6، وما اظنش يزيد عن كده. اللي هو ايه؟ طول الوقت مخه شغال، مش ان انا بلم فلوس، انا بستثمر في البني ادمين، وهودي الولاد دول منحه، وهعمل مركز بحثي في الجامعه دي، وهدي منحه في الكليه دي والمعهد ده. دول 5 6 في مصر. اقول لك 10. مصر بالمناسبة فيها آلاف المليونيرات وعشرات المليارديرات، عشرات، مش هقولك يا سيدي مئات، لما يبقى في منهم لا في مئات المليارديرات. لما أقولك 10 بس في مصر اللي بيشتغلوا على الاستثمار في العقول بتاعت الولاد اللي زي دول، دي كده مأساة. واوعى تقولي أصل دي مهمة الدولة، اوعى، خطيئة كبرى اللي يقول كده. مهمة الدولة؟ امال الدول في اوروبا مش شايفه ان دي مهمتها الوحيده ليه؟ امريكا مش شايفه ان دي المهمه الوحيده ليها ليه؟ بل بالعكس، المجتمع المدني ممثل في قطاعه الخاص في مستثمريه هو اللي بيعمل ده. ده بالمناسبه مشاركته في التعليم اكتر من مشاركه الدوله. ما بين بقى جمعيات اهليه غير هادفه للربح، ما بين منشات خاضعة لقانون منح، يعني فلان يمنح من أمواله لوكشة سنوية للجامعة الفلانية علشان خاطر الجامعة دي تتطور وتكبر. أنا مرة عايز أحكي لكم الحدوتة بتاع جامعة ستانفورد الشهيرة في كاليفورنيا، ودي منافس رئيسي لهارفارد من لحظة إنشائها بالمناسبة، ومنافس ليها حتى هذه اللحظة اللي احنا واقفين فيها. بفكروني مرة أحكي لكم الحدوتة بتاع جامعة ستانفورد دي اتعملت إزاي وليه، وترتيبها بقى كام على العالم. يعني ترتيبها دلوقتي تقريبا نمرة 2 على العالم، او تقريبا نمرة 2 على امريكا، وواحدة من اقوى 5 جامعات في العالم. احنا بنتكلم في هما جامعتين في امريكا وجامعتين في انجلترا، يعني كامبريدج واكسفورد، هارفارد وستانفورد، وبيخش معهم احيانا من وقت للتاني بقى، وطبعا معهم MIT، كده 5، يعني 3 امريكا 2 انجلترا. اسكتوا بقى، ده انا محضر لكم مفاجأة. لا مش هينفع اقول المفاجأة دي قبل الخبر ده، لأنه المفاجأة بتاعتي فكاهية جدا، والخبر ده خبر ليه احترامه وليه قدسيته. قداسة البابا تودروس الثاني بيحتفل براهب حمل المسيح على كتفه ومشى به في جبل ملوي. لا دي حدوتة فعلا الواحد محتاج انه يعرفها، لأنه انا مش عارفها بصراحة. احنا معانا على التليفون الاستاذ اسحاق ابراهيم البجوشي، وهو الباحث في التراث القبطي وعضو لجنه التاريخ القبطي المصري. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. اهلا بيك يا فندم. وبرنامج حضرتك، وكل سنه وانتم طيبين. انت بصحه والسلامه. بمناسبه عيد الاباء الرسل، وبمناسبه طبعا قرب عيد الضحيه. أيوة. وعيد الانبا بشوي. الانبا بشوي واحد من اباء الرهبنه القبطيه في القرن الرابع وبدايات الخامس. الكنيسة بتلقبه بالراجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، لأنه شال المسيح وغسل أرجله، غسل أرجله في وادي النطرون وشاله في جبل أنصنة. ده ظهور للسيد المسيح للأنبا بشوي، طبعا حسب ما رواته السيرة بتاعة الأنبا بشوي. وبيلقبوه بالأنبا بشوي الأرمي
نسبة لأرمياء النبي لما كان بيظهر له يفسر له الكتابات بتاعته طبعا والنبوة بتاعته. اتولد في المنوفية في 320، كان ليه 6 إخوة بنين وأولاد أرملة، ظهر الملاك ليها فبيقول لها عاوز حد من أولادك يتعبد لله، فقالت له اختار منهم أفضلهم أو تفضل أولادهم اختار منهم أفضلهم، ولكن اختار هو الملاك أضعفهم وهو اختار أضعفهم وهو بشوي. بشوي لما بلغ سن 20 راح برية شهيد أو واد النطرون، تلمذ عليه ذي الأنبا بيموة، معلم الأنبا يحنس القصير هناك، والأنبا يحنس القصير بالمناسبة هو اللي كتب سيرة أنبا بشوي واللي كفنه في جبل أنصنة، اللي كتب سيرته كتب سيرة أنبا بشوي وكفنه ودرس هذه السيرة أبونا مسائيل بحر ونشر هذا الكلام. أنبا بشوي برضه وهو في واد النطرون كان بيعلق شعره، بيعلق رأسه من شعره في بحبل في السقف عشان ما ينامش طول الليل ويفضل سهران في الصلاة والتعبد لله طول الليل. فعبر عليه عبر طريق، فهو كان بيعمل عمل رحمة لعابري الطريق في الصحراء، فعبر عليه السيد المسيح في واد النطرون وغسل قدميه في برية شهيد. فحدثت غارة على برية شهيد من جماعات البربر اللي هم الأمازيغ، الناس من الأمازيغ يعني، هجموا على برية شهيد في 407 ميلادية. أنبا بشوي راح ترك الجبل هناك في واد النطرون وذهب إلى أنصنة لصديق لي اسمه أنبا بولا الطموحي، لأن كان في صداقة بينهم وكان بينهم ما بين بعض في تواصل من عبر الرسائل والأقوال والتعليم. لما جه سكن في واد النخلة أو ما يعرف بدير النخلة فيما بعد اللي هو دير أنبا بشوي بدير البرشة، وكان الجبل في الوقت ده كخلية نحل وتسبيح وخدمة، فهو كان دارس للفلسفة طبعا ورد على بعض الهرطقات اللي حصلت من بعض رهبان الصعيد بسبب الميلاتية وهي نسبة الميلاتية السكوفاسيوت. راهب كان أنكر الروح القدس، فهو علمه أن الروح القدس أحد الثالوث القدوس، الله جوهر واحد وثالوث قدوس، الروح القدس أحد الثالوث القدوس، صنع مقطف بثلاث أيادي. فبيقول له ليه عملته كده؟ قال له عشان أنا بؤمن بالثالوث القدوس وبعمل كل حاجة على هذا المثال. بعد كده الرهبان اللي هناك طلبوا يشوفوا السيد المسيح، وأنبا بشوي راح أخبرهم أن السيد المسيح سيأتي على هذا الجبل، فنروح نصعد كلنا الجبل ونرى السيد المسيح. فهم صاعدين على قارعة الجبل أو الطريق بتاع الجبل يعني، فلقيوا فجير ما حدش رضي يشيله حسب ما تذكره الرواية. فأنبا بشوي كان راجل كبر في السن، ورغم أنه خلاص يعني عدى 80 سنة، عدى 90 سنة كمان في الوقت ده، لأن هو لما راح أنصنة كان سنه 87، ولما تنايح على 97 سنة تقريبا، وهو عدى طبعا سن 90، فميل راح شال الراجل الفجير ده يسنده عشان يطلع الجبل يشوف المسيح. فكان الراجل الفجير ده أو اللي ظهر في صورة رجل فقير على قراءة الطريق كان السيد المسيح، وشاله وطلع به إلى جبل أنصنة. الفلكلور القبطي في دير البرشة في الهتافات الشعبية ورثوا هذا الكلام، فالناس تقول إيه؟ تقول الأنبا بشوي شال الديان وجسده حي لحد الآن، فالناس تورثت هذا الكلام في دير البرشة وبيقولوه طبعا في الاحتفالية وينادوا بيه طبعا في الاحتفالية، وهم طبعا بيحتفلوا بكده وبيلفوا بالأيقونة. من ضمن الكلام بيقولوا يا أنبا بشوي على الجبل صلينا إحنا نصارى والصلبان في إيدينا، على أساس إن هو على هذا الجبل شال السيد المسيح. وبيقولوا طبعا الأنبا بشوي راجل مليان يعني بالروح طبعا، على جبلنا شال الديان. ده الكلام اللي الناس طبعا بتردده في الهتافات بتاعتها، ليه علاقة بمشاهير عصره من أباء الرهبنة زي مرف رام السورياني والقديس مكارس الكبير، وعلاقته بالأنبا بولا الطموهي، وكذلك أنبا يحنس القصير. أسس دير في جبل أنصنة، دير رائع في جبل أنصنة، وتنيح في جبل أنصنة. لما تنيح في جبل أنصنة تنيح في 15 يوليو عام 417 تقريبا، اللي هو 8 أبيب. بعد ما تنيح هناك بعد انقضى في الرهبنة طبعا 77 عام في الرهبنة، دفن في جبل أنصنة في منطقة تعرف بمنية السقار أو منية فجر، نقل اللي هي كانت منطقة تقع بين دير البرشة ودير أبو حنة تقريبا يعني. اهتم الأنبا يحنس بتجنيزه وتكفينه وكتابة سيرته كما جاء في المخطوطة، النص طبعا المخطوطات سيرة الأنبا بشوي.
اما خبر نقل رفاته نقل رفاته على عهد انبا يسابق الاول البطريرك 52 في 30 ديسمبر 841 تقريبا، نقلت رفاته الى دير الانبا بشوش دلوقتي في وادي النطرون اللي هو قداسه البابا تودروس اطال الله حياته. طيب الصندوق اللي يضم رفات الانبا بشوي بديره بجبل النطرون امبارح 13 يوليو. الكنيسه بتاعته اللي في الدير دير البرشه طبعا اتخربت في دخول في حرب الايوبيين في الوقت ده قبل 1209، وصلحها طبعا واحد اسمه الشيخ الرشيد ابو الفضل رمم الكنيسه دي، والكنيسه ضمت ناس كثيره من الكتاب وناس كثيره. القديس اثناسيوس الرسولي زار هذه الكنيسه كمان وقعد فيها، او هذا المكان وهذا الجبل وقعد فيه، ومنهم القديس فويبامون، قديس كان مهتم بالفلسفه، وفي نسخ كتير وناس كتير كانوا من المتعلمين في هذا المكان زي المعلم يوسف عبد السيد الجمص البياضي، ده راجل ناسخ مخطوطات محفوظه طبعا في بعض الكنائس، وواحد معلم كبير اسمه المعلم كرار جرجس في اواخر القرن التاسع عشر اتقن اللغه القبطيه تحدثا وكتابه، غير كده كان بيصنع احبار ويصنع ورق وليه زخارف قبطيه وحسابات زي حساب النقطه اللي هو حساب كم ذراع ميه سيرتفع النيل في هذه السنه وفقا لحساب النقطه. ده واحد من الناس اللي كانوا معلمين في المكان ده. طب يعني هذا التاريخ الطويل استاذ اسحاق، يعني اعتقد احنا لازم تنورنا مره كده في الاستوديو ونقعد نحكي في التراث القبطي. لا ده احنا نتشرف والله، لانه كمان عندك سرد جميل واسلوب رائع في الحكي. اتمنى ان حضرتك تلبي دعوتنا ومعلش هتخ مشوار كده بس هنروح نجيبك من البيت ونرجعك البيت تاني والله. انا تحت امرك يا رب. يخليك يا فندم، تنورنا باذن الله. انا بشكرك جدا جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طبعا وحضرتك طيب وكلنا طيبين، كل مصر طيبه يا رب. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها طيبه ببركه انبا بشوي ان شاء الله. يا رب يا رب، وبركه ربنا سبحانه وتعالى وبركه كل الصالحين، مسلم ومسيحي ويهودي، كل من صلح حاله وعمل على اصلاح الناس، ربنا يا رب يجعل دايما ببركته وبدعوته أن مصر دايما تفضل طيبة وآمنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا كنت عايز أخدكم ونروح على الفاصل، بس أنا هفجر لكم مفاجأة، هي مش حكاية قوي. فلة شمعة منورة، كلمة مين؟ ها المسابقة تقول الاختيار الأول، ها مين؟ غلط. أنا اكتشفت طبعا أستاذ عمرو هيروح مكلمني النهاردة وهيبعت لي مسج يقول لي لا بقول لك إيه، فلة شمعة منورة دي بتاعتي أنا. بصوا بقى، ما هو هنا لازم استاذ عمرو. ها لا لا، زمايلي عاملين انا بقول لا، ادينا زمايلي عاملين بيقولوا اجابات. انا صدفه شفت فيلم، الفيلم ده انتاجه سابق على انتاج البرنامج الشهير اللي كان بيقدمه استاذ عمرو. حلو كده. طيب ممدوح وافي، فله شمعه منوره، استاذ عمرو ابعت لي النهارده على الموبايل قول لي ان انا غلطان ارجوك. على كل دي مداعبه، انا بحب انكشه، هو حبيبي وانا عارف ان انا حبيبه انا كمان، بس انا اعتقد كده ان انا عملت تحقيق تاريخي. طبعا هتقول عليا بهزر وتافه وبقول اي كلام فاضي، لكن كل اللي اقدر اقوله لكم ان المساله لا تحسب بهذا الشكل، لانه احنا في عندنا كتاب مهم جدا خد جايزة في معرض الكتاب اسمه سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد، وعندنا ديوان من شعر الفصحى ده بتاع مينا عادل، مينا عادل جيد، خد جايزة العلوم الإنسانية. كنت طفلا قبطيا في المينيا. استنونا. اهلا بيكم معانا مره تانية. طيب تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي في حاجه غريبه كده، او حاجه مش غريبه لكنها حاجه لطيفه. هل في اي بلد، في اي بقعه من بقاع الارض تخلو من الكنوز؟ انا في ظني لا، ولا يوجد ما قد تطلق عليه صحراء قاحله، لانه حتى الصحراء ممكن تلاقي فيها كنوز، اراضي ممكن تبقى
فيها مساحات كبيرة جدا صحراوية، فتجدها مثلا ممتلئة بالبترول أو الغاز الطبيعي، مناطق تلاقي فيها مناجم للذهب والألماز واليورانيوم، مناطق تلاقي مصر بقى كنوزها فين؟ كنوزها في العقول. يعني الكنز بتاع مصر دايما مخ أولادها، إبداعات أولادها، إبداعات كل من عاش على ظهر هذه الأرض البسيطة المنبسطة اللطيفة. بل إنه حتى هتلاقي في مصر ونتيجة ظروف كتير جدا يمكن ساهم فيها نهضة اقتصادية كبيرة حصلت في القرن ال19، أن مصر عندها كنز كبير جدا من الفنون الجميلة. طيب خلونا نحاول نفهم يعني إيه كنز من الفنون الجميلة من اللوحات والأعمال الفنية، ويعني إيه ينفع نستغله، أو بالأدق إزاي نقدر نستثمره. دكتور صفية الأباني، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أهلا بيك يا فندم. السابقة. أهلا بحضرتك. السابقة لأنه ده تايتل، لكن هتظلي أستاذة فنون جميلة. أنا نقيب الفنانين التشكيليين. حلو جدا. الحالي يعني. الكنوز بتاعتنا في مصر. أيوة. أنا كنت بقول إحنا عندنا كنوز بتاعت عقول بالأساس، مبدعين بالأساس. هذا لا يمنع أن أنا عندي فعلا كنوز من اللوحات والأعمال والفنون التشكيلية، جزء منها بإيدين الفنانين التشكيليين المصريين وهم كثر، وأسعارها غالية جدا جدا، وجزء منها بإيدين فنانين من أوروبا وكان يجمعها الهواة بس موجودة هنا في مصر. دي كنوز صح؟ صح. بتستغل إزاي؟ بنحولها لثروة إزاي؟ بداية طبعا أنا بشكر حضرتك إنك استضفتني في البرنامج العظيم ده. العفو العفو. وطبعا إحنا فرصة كويسة جدا إن إحنا نوضح أو نلقي الضوء على الفنون الجميلة والفنون التشكيلية. حلو. والإبداع والمبدعين اللي هم الفنانين التشكيليين. بما إني بقى نقيبة التشكيليين. أيوه. يعني فيعني نلقي الضوء على الناس دي لأن هم برضو مش واخدين حقهم قوي. صح. هم المبدعين حقيقيين يعني، الرسامين، المصورين، النحاتين، الخزافين، يعني مجالات الفنون كلها. عندنا مصر مليانة فن تشكيلي، بمعنى لو مش هنتكلم عن الحضارات بتاعتنا، لكن المصري القديم عبر التاريخ، الفرعوني بعد كده القبطي الإسلامي، كل دي فنون تشكيلية، إذا كانت عمارة أو ما بداخل العمارة، لأن العمارة أم الفنون، المبنى المعماري وما داخله. فبتلاقي حضرتك داخل المبنى جداريات، بتلاقي تماثيل، بتلاقي كل دي فنون تشكيلية. مصر مليانة كنوز داخلية، يعني حاجات من إيد ولادها اللي هو الفن الحديث والنهضة الحديثة بتاعتنا أو العصر الحديث بالفن يعني، وعندنا حاجات قديمة. لو حضرتك تحديدا قرار اللي حصل النهاردة الحكومي باستغلال الثروات بتاعتنا الفنية، عمل خطة استراتيجية علشان نعمل مكاسب بيها أو تسويقها أو ثروة من وراها، فهكلم حضرتك بوضوح شديد جدا إن مصر تمتلك كنوز فنية من لوحات وأعمال وتماثيل أوروبية، حاجات من عصر النهضة، حاجات دي كانت مقتنيات دولة، مش مقتنيات أفراد، لا دي مقتنيات دولة، بمعنى إن الدولة اشتريتها. لما نبص على متحف محمود خليل طبعا العظيم، هذا الرجل العظيم وكانت زوجته ست فرنسية وكانت من هواه اقتناء الأعمال الفنية ومعظمها من العصر الحديث في أوروبا، رينوار ومانيوم ونيورين، يعني الناس طبعا كانوا بيقتنوا، ده فرض، فما بالك باقتناء دولة. عندنا ملايين الملايين الملايين القطع الفنية، ومعانا طبعا معالي وزيرة الثقافة. ملايين طبعا طبعا قطع فنية. من عصر النهضة وخلافه عندنا طبعا ملايين طبعا طبعا دي كنوز مصر. عندنا طبعا معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدين تعلم هذا الكلام، احنا عندنا مخازن مليانة حاجات من عصر النهضة، عندنا حاجات
فنانين أوروبيين كتير جدا، وعندنا حاجات فنانين مصريين رواد كتير جدا. أنا هقف عند كلمة مخازن. أيوة. هو الحاجات دي بتتحط في المخازن وهي كده بيتحافظ عليها، ولا ممكن يكون كلها التراب؟ لا هقول كلها الرطوبة. لا هقول لحضرتك عشان برضو ما نظلمش حد يعني. طبعا احنا عندنا حاجات كتير جدا في مخازن، وبتتعمل يعني، او احنا بننادي بحاجة. في مخزن عندنا كبير قوي اسمه مخزن الجزيرة للفنون، او متحف الجزيرة، ده قائمين على تطويره اليومين دول، وفي حركة كبيرة في وزارة الثقافة عشان يتطور. هذا المكان فيه ثروة مهولة من أعمال الفنانين الأجانب. متحف الجزيرة اللي هو جوه المجمع بتاع دار الأوبرا؟ أيوة. لا ما تخبطش دماغك، تفائل تفائل. بص هقول لحضرتك، إحنا في مقتنيات دولة، مقتنيات الدولة دي بتقتني كل سنة منذ عشرات السنين. يعني حضرتك لما تدخل في عندنا قصر جميل جدا اسمه قصر عائشة فهمي الزمالك العظيم، ده عملوا فيه حاجة اسمها معرض كنوز مصر واحد كنوز مصر اتنين. حضرتك لو طبعا، وتحية شكر وتقدير للقائمين عليه، لو عايزين يعملوا لغاية كنوز مصر 100 هيلاقوا. يعني لما حضرتك تقف قدام حتة تمثال مثلا لرودان، ايه ده؟ حاجة يعني عظيمة. دي كنوز مصر. طيب هو المكان غير موفق بالمناسبة. أنا هقول لحضرتك، عيشة فهمي قصر جميل جدا، مين اللي هيروح بقى قصر عيشة فهمي يتفرج هناك على المعرض؟ عشان أنا مش هلاقي ركنة، فهروح المعرض ازاي يعني؟ هو مكان جميل جدا. لا لا والله بيلاقي اقبال، وبديع. بيلاقي اقبال. هو في الساحه اللي تحت الكوبري وشويه البواكي اللي تحت الكوبري، والسلام عليكم. صح. انا اللي انا اعرفه ان انا لما اجي اعمل معرض يبقى انا لازم يبقى في عندي مكان يسهل فيه ان البني ادم اللي رايح يزور ده يعرف يركن عربيته، او المكان او الحافله اللي جاي بيها اذا كانت سياحيه، مش عارف 54 راكب بقى 11 راكب 16 راكب زي ما يطلع. قصر عيشه فهمي مش بتاع الكلام ده. انا عارفه في المعهد السويسري، انا من الزمالك يعني. طيب. عارفه ان المنطقه دي. انا هقول لسيادتك حاجه، البلاد كلها العربيه دلوقتي بيعملوا متاحف للفن الحديث ومتاحف وبيتعايقوا بيها. احنا محتاجين متحف للفنون بتاعتنا. لان احنا عندنا طبعا قصر عائشه فهمي بيستخدم، عندنا جوه الاوبرا، جوه دار الاوبرا متحف الفن الحديث. لكنه ما كانش مصمم على انه يبقى متحف. ده كان، دي كانت زمان ارض المعارض بالظبط، واتحولت لمتحف صغير. وفي طبعا مخازن مليانه حاجات اللي فيها مثلا شغل استاذنا محمود سعيد والجزار، وطبعا الحاجات اللي بتتباع دلوقتي بره بارقام يعني، اخر حاجه لمحمود سعيد ب 2,400,000 تقريبا. فيعني احنا عندنا دول العصر الحديث، دي مش الحاجات المقتنيات الدوله. فمحتاجين متحف كبير. لو اتكلمنا ازاي نستغل كنوز مصر الثقافيه ونحط لها خطة عشان يبقى في استثمار ليها. فأنا النهاردة الصبح كنت في متحف الحضارة. حلو. رائع. هذا المتحف العظيم، وتحية شكر وتقدير لأستاذنا دكتور الغزالي كسيبة مصمم هذا المتحف، أستاذ العمارة في كلية الفنون الجميلة. لقيت فيه كنوزنا برضو، إسلامي فرعوني قبطي وحديث تمثال صغير للعظيم محمود مختار. محمود مختار صح؟ وكسوة الكعبة وحاجة لطيفة كده، وتحت المومياوات، وحشد وزحام غير عادي. يبقى دي استغلال. صح. أمثل في كافيتيريا، في ممكن يبقى حاجات جفت زي ما بنسافر بره وبنشوف المستنسخات اللي موجودة دي. طبعا طبعا، ومستنسخات وحاجات سكارف ومش عارف ايه وارقام. حاجه، والبحيره اللي اتعملت رائعه، تجديد عين الصيره عظمه قوي عظمه. ده
استغلال. صح. لو كمان جنبه حاجة الفن الحديث، طيب نفكر بشكل أوسع. السياح والأجانب، وما شاء الله الدنيا ابتدت تشتغل ما شاء الله، السياح والأجانب بيجوا عشان يتفرجوا على الفن وعلى الآثار، ليه ما نعمل لهمش متحف في الأقصر ومتحف في أسوان، مش فرعوني، في فنون أوروبا وفنون مصر الحديثة. ما هو بيتفرج وبياخد تيكت، وساعات التيكت ده بيبقى بالأسبوع، بيخش مرة واتنين وتلاتة وهيشتري حاجات. في كمان أو اسكندرية، إزاي اسكندرية مش على خريطة السياح؟ هي فيها متحف الفنون الجميلة، ويعني احنا عايزين برضو يبقى الحاجات الأماكن اللي فيها سياح. ما أنا عندي بقى قصر عيشة فهمي بتاع اسكندرية. أيوة. اللي على البحر. أيوة. قصر ضخم مهول. أيوة. الراكنة فيها تبقى حلويات. أهو ده بقى اسكندرية البحر متوسطية، حاجة كده بتاعت ثقافة يورو متوسط أو أفرو متوسط، أقدر أحط فيها الحاجات بتاعت الرينيسانس، فيبقى ساعتها الناس بتاعت أوروبا دي هنا، بعمل ربط ما بين أوروبا، البحر، الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية، وبعد كده عصر النهضة، ونعرض الحاجات. يعني أنا ما بقولش أخد مثلا زهرة الخشخاش من محمد محمود خليل وأحطها في اسكندرية، أنا بتكلم حضرتك قلت لي في ملايين القطع. طبعا في حاجات يلا كتير بينا. جدا يلا بينا. لا في كمان حاجة كمان حضرتك، لو اتعمل متحف كبير متصمم على إنه متحف كبير، أيوة، وبعد كده نبتدي نعمل تبادل مع متاحف العالم زي اللوفر، زي اللوفر بتاع أبو ظبي، الناس دي بتحترم الفن جدا وبتحبه جدا. عايزين نطلع بريك، قلت لهم لا. وبيعملوا حاجة لطيفة، يعني مثلا فجأة تلاقيهم عملوا مثلا احتفالية لبيكاسو. حلو. فبيلموا جميع القطع بتاعته من جميع أنحاء العالم. جميل. وهم بيسوقوا كويس. أيوة. فنبعت حاجتنا وبناخد مقابل. جميل. والحاجات بتلف، مش بيكاسو بس، وحاجات عصر النهضة وحاجات القديمة بتاعتنا ومقتنيات زي ما حضرتك بتقول، طبعا هو عصر النهضة اللي هو الرينيسانس يعني. بالظبط. والباروك والروكوكو والحاجات دي، بياخدوا القطع بتاعتهم، بيكملوا المجموعات اللي عندهم وبيعملوا بيها معرض مثلا، احتفاء. هم بيعرفوا يحولوا ده الايفنت عالمي. هم بيعملوا كده فعلا. وبيبيعوا التذاكر بارقام بفلوس تخوف. بالظبط. وبيعملوا جيفت وبيكسبوا وبيأمنوا على حاجتنا وبيدفعوا شحن وبيدفعوا لنا فلوس. بالظبط. فاحنا يبقى يلا بينا لحد ما احنا نجهز الاماكن ونعرف طرق التسويق، التسويق الحلوة، ونشاركهم برضو في التسويق يعني، ونشتغل مع بعض. طب انا هستأذن في فاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل عن اللي حضرتك وصفتيه بانه الفنون التشكيلية الحديثة والحديثة جدا. يعني انا مثلا عارف انا عندي لوحة الشلبية على سبيل المثال، وشلبية مدرسة معينة وفن معين، وبتتباع غالي جدا قوي خالص. انا خدت اللوحه دي ببلاش عشان هي بتحبني قوي، ادت لي لوحه حلو. لكن ما انا بقى عندي في الجيل ده اللي هو تمانينات سبعينات تمانينات سنه، في عندي ثروه من التشكيليين طبعاً المصريين طبعاً. وعندي الجيل بتاع بيكار، يعني انا عندي اجيال الله الرواد. طيب هنعمل ايه؟ وبنعمل ما بنعملش بالحاجات دي شغل في كبير. في مقتنيات كل سنه الدوله بتاخدها من الشباب ومن الفنانين ومتشال. فاصل ونكمل الكلام مع دكتور صفوية القباني، عميد التشكيليين وعميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقا بين قوسين. فاصل ونكمل الكلام. كده حلو كده، مبسوطين. طيب
دكتور صفية الأباني عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقا وعميدة التشكيليين. احنا كنا عميدة التشكيليين رقيبة التشكيليين. ان شاء الله صاحي من 8 صباحا وفي الشارع من 8. اعذريني. ربنا يخليك يا دكتور. طيب احنا كنا بنتكلم على انه احنا عندنا تاني الملايين من القطع المختلفة طبعا. واحنا محتاجين نحسن استخدامها. وانا كنت بنهي يمكن قبل الفاصل بانه طيب ما احنا عندنا مدرسة حديثة جدا وعندنا مدارس الرواد، وأنا دايما بقعد أتساءل الإنتاج الفني بتاعهم ده، الإنتاج التشكيلي بتاعهم ده فين؟ في المتاحف. وهي فين المتاحف؟ موجودة في المخازن. مخازن. أيوة. يبقى بالنسبة لي انتفت صفة المتحف وعلت صفة المخزن. أيوة. متحف بالنسبة لي يعني أنا هروح أقطع التذكرة وأخش أتفرج. أيوة. طول ما هي في المخزن أنا ما أتفرجش، وفي المخزن أنا يوسف أنا البني آدم أخاف، موسوس، رطوبة، تراب، حشرات، إلخ، هي طبعا نهار أبيض لو الحاجة باظت. حاجة وهي معروضة طبعا فيها صيانة. يعني الأعمال الفنية طالما معروضة هي متصانة كويس. فبرضو التخزين ده التخزين الأعمال الفنية برضو بيحتاج لطريقة وصفات معينة شديدة الدقة. دي حقيقة. ده عندنا ولا هقول لحضرتك احنا محتاجين نعمل نعمل متحف كبير تعمل للفن الحديث زي ما بقول لحضرتك الدول كلها بتتباهى بالمتاحف الكبيره بتاعتها بتاعت الفن الحديث طبعا يعني احنا مش اقل منهم والمساحات ما شاء الله والبلاد زي ما حضرتك بتقول محافظات كتير جدا والاماكن اللي فيها تكدس سياح كتيرة جدا وما شاء الله احنا عندنا ثروات يعني تستغل وتقدر جدا 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 يعني. طيب في دول ربنا ما ادهاش النعمة بتاعت انه يبقى في عندها مبدعين وتشكيليين وما الى ذلك فاعتمدوا على مسألة الشراء كتير وفي دول زي حالتنا ربنا انعم عليها بانه أبنائها بيطلعوا فنانين بالميلاد طبعا حلو خالص هل معقول الدول اللي ربنا ما ادالهاش النعمة دي يبقى عندها المتاحف والدول اللي ربنا سبحانه وتعالى زي حالتنا ادالها النعمة دي من وسع ما تعملش لله. نعمل أهو. ايه هي المنظومة ايه الاستراتيجية ايه الآلية أبدا في أرض في أراضي في مثلا أماكن كتيرة جدا اللي هيتعمل مثلا المتحف بتاع الحضارة منطقة الفسطاط دي منطقة خطيرة جدا طبعا وفخامة الرئيس بيبدي يعني ليها اهتمام غير عادي جدا جدا نتمنى في مكان هناك كبير جدا ممكن يتعمل فيه متحف فن حديث يبقى جنب كمان متحف الحضارة ويبقى حاجة ما حصلتش بس ده كده لازم يتعامل بالتنسيق ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار وماله؟ إيه المشكلة؟ كلهم بيعملوا تحت منظومة واحدة مين اللي يقود المبادرة دي؟ يعني مين اللي يحط المبادرة؟ يعني نقدر دكتور صفية تبدأ تعمل التنسيق تقعد مع دكتور إيناس عبد الدايم تقعد مع دكتور خالد عناني يا جماعة احنا ثروتنا من الفنون التشكيلية تقدم بكذا والله بقى فخامة الرئيس هذا قرار سيادي فخامة الرئيس ما شاء الله يعني احنا يعني على طول بنشوف فخامة الرئيس بمشاريع كتير بنشوف حلو. الهيئة الهندسية على طول بتشتغل ما شاء الله طبعا دي حاجة يعني متحف بس متحف عظيم نقيبة التشكيليين تقدر تقعد مع وزارة الثقافة وتتكلم معها في الفكرة نقيبة التشكيليين تقدر تقعد مع وزير السياحة والآثار وتتكلم معها من حيث أوي الفكرة أوي. نقيبة التشكيليين تقدر تطلب اجتماع الوزيرين معاها ونشوف ده هيتعمل ازاي وبعدين نعرض الفكرة فيما بعد ذلك على الرئيس ونشوف ايه الآلية بقى ممكن يعني طبعا ممكن طبعا نطلب مقابلة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدام ومعالي الدكتور خالد عنان وهو زميلنا برضو في جامعة حلوان يعني أيوة فيعني وهو يعني متعاون جدا جدا عندنا أماكن كمان في العاصمة الإدارية واسعة جدا حلو جدا قوي قوي يعني عندنا أماكن في الغردقة وفي شرم وفي الأقصر وأسوان كله بقى خلاص بقى مش هنقول بقى حاجات أثرية متاحف فن كنوز
وعندنا البروتوكولات ما بيننا وما بين المتاحف العالمية. دي طبعا حاجات خارجية يعني بتدخل فيها وزارة الثقافة والعلاقات الخارجية، وزارة الآثار، وزارة الخارجية، وبيتعمل زي ما المتاحف زي ما بيبقى فيه معارض بتروح تلف تقعد ست أشهر هنا يعني حاجات كده. زي ما عملنا مثلا مع توت عنخ آمون. فسهل خالص إن أنا أعمل كده مع لوحات ومنحوتات طبعاً. وخزف و و و طبعا وبيؤمن عليه. طب دكتور صفي، بتعتقدي الفن بالنسبة لي أبعد من إن أنا أقيسه بالدخل وبالإيراد، لكن بما إن إحنا بنتكلم على فكرة تعظيم الثروة طبعاً. هسأل على الدخل والإيراد، تعتقدي ده ممكن يدر دخل تقريبا قد إيه في مراحله المختلفة؟ كبير. حضرتك سافرت بره، أنت بتدخل تاخد تذكرة متحف وأنت خارج بتاخد هدية. كبير طبعا، كبير. وبعدين الحاجة كتير. أنت مش هتشتغل مع بلد واحدة أو مع بلدين أو مع، ومتحفك هنا كمان الكبير ده يتحط على الخريطة بقى. صح، يتحط على الخريطة ويجي. ده احنا كنا بنشتري السكارف ب $100. يا نهار أبيض، لا ما نشتريوش. يعني فنان عالمي في كليمت ب $100 السكارف المطبوع بتاخده وانت ماشي. في كمان فكرة اتعملت وهو عملها معالي دكتور خالد عنان، المستنسخات اللي في المتحف المصري صح في التحرير، دي حاجة عظيمة برضو. نعمل بقى منها في الفنون التشكيلية. عايزين تسويق يا فندم، عايزين تسويق يا فندم، إدارة تسويق كده. يا فندم، تسويق للفنون بتاعتنا. تسويق للفنان التشكيلي المصري، تسويق للقدام للقديم ده. لما حد بيدخل بيشوف فنك. طب الفنانين جيل الرواد بتاعنا دول معروفين عالميا. أيوة. ولوحاتهم موجودة في حتت كتير في العالم. أيوة. وبيتعمل على اللوحات دي مزادات بالملايين. أيوة. الجيل الجديد أنا متأكد أنه أكيد فيه مواهب فزة، دي حقيقة. دول بقى اللي محتاجين بجد تسويق ويتعمل لهم معارض. صح. والناس تعرف قيمة فنهم. بيعملوا بس برضو التسويق اللي بيقدر يطلع بره. أنا هقول لحضرتك على حاجة، إدارة التسويق دي ده علم. يعني الفنان التشكيلي مش مفروض إن هو هيسوق لنفسه، هو فنان طبعا، دي شغلته. أنا شغلتي أرسم، أنحت، بس خلاص. أعمل خزف يعني. يعني زي طبعا أنا مش هقارن ده بده، لكن لما الصين سوقت لنفسها هي دي منظومة طبعا. خلت الناس كلها يبقى عند كل واحد في بيته عنده مصنع صغير أو صناعة صغيرة، وبعد كده الدولة هي اللي قامت بتجميع الحاجات دي كلها من الناس كلها وسوقتها. صح؟ صح، ده فكر مؤسسي. لكن احنا نسوق كده مع نفسنا مش هينفع. المأسسة. دكتور صفية نورتينا وشرفتينا حقيقي، واتمنى ان اسمع عن اجتماع قريب. يعني حضرتك تنسقي ما بين الوزيرين او الوزيره والوزير، الوزارتين ثقافه والسياحه والاثار. اتمنى ان انا اسمع خبر حلو، وانا متاكد ان ممكن دي حاجه تطلع للنور في القريب. بالتاكيد. اشكرك جدا 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 يا فندم. كل الشكر دكتور صفية الاباني، عميد كليه الفنون الجميله بجامعه حلوان سابقا، ونقيبه التشكيليين. خليكم معانا بعد الفاصل. الحلقة النهاردة ثقافة في ثقافة، ودي حاجة بتسعدني بالمناسبة. فاصل ونكمل الكلام. قعدت 9 سنين بعمل برنامج عن الكتب. كان المسؤولين شايفين انه يتذاع الساعة 3:30 الفجر او النعمة. في مرحلة مظلمة
كان يعتقد دائما أنه البرامج اللي عن الكتب وعن الثقافة لا تجد من يشاهدها، والله لازم كانت مرحلة مظلمة من قلبي، مظلمة، ومش عارف جابوا الأفكار دي منين. يلا مش دي القصة. فلما بيجي وقت ألاقي أنه في برنامج يشاء العلي القدير أنه تقدر تعتبره البرنامج رقم واحد في مصر، مش عشان أنا اللي بقدمه ده، من قبل ما نقدمه مع الأستاذ وائل كمان بالمناسبة قبلية يعني، وفي القناة رقم واحد في مصر والأوسع انتشارا، إن احنا نتكلم عن الثقافة وعن الكتب ويبقى فيه اهتمام، ده يوم سعد بالنسبة لي. خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء، الشاعر محمد سالم حاصلا على جائزة الشعر بالفصحى من معرض الكتاب عن كتاب سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام. عنوان لافت للنظر ولازم هيبقى عليه أسئلة. تمام. روائي رائع لدرجة أنه أول ما اداني الكتاب كده وبعدين قلت له أنا مش هاخد الكتاب غير لو عليه إهداء، قال لي الإهداء جاهز، فكتب لي إيه؟ هو إهداء لطيف وحلو وجميل وفيه التوقيع ورسمة، بس تبدو أن الرسمة مبتسمة فهي مبهجة. مينا عادل جيد حاصل على جائزة العلوم الإنسانية من معرض الكتاب عن كتاب عنوانه نفسه شعري جدا، زي ما كنا لسه بنقول حالا مع الأستاذ محمد سالم، قال فعلا هو العنوان شعري. كنت، ودي برضو حاجة صيغة ماضي مهم أن أنا أسأل فيها، كنت طفلا قبطيا في المنيا. أما الكتاب اللي قدامي نواحي البطرخانة، وبالتالي العنوانين ليهم عندي أسئلة. اهلا بيك. ازيك؟ عامل ايه يا استاذ مينا؟ كله تمام؟ هنا هروح ابدا واستاذن استاذ محمد سالم العنوان. سيره ذاتيه لرجل تافه ووحيد. العنوان. العنوان هو عنوان لان الكتاب او القصائد اللي في الديوان هي انتصار للمهمشين. يعني اذا كنت نجما فهذا الشعر ليس لك. أما إذا كنت مهمش وصانع حقيقي للحياة فهذا العنوان يخصك. الله عليك. باختصار شديد. بص اللي قلته كنت حابب يا أستاذ أقول بس كلمة صغيرة. قول. يعني أنا هنا دلوقتي ليه؟ يعني عندكم معدة يعني دؤوبة ورائعة. مين فيهم؟ هي أعتقد اسمها الأستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة. لما اتصلت الحقيقة أن أنا حاولت، اعتذرت كتير كذا مرة، أحاول أعتذر، فهي كل ما أجيب تعتذر ليه؟ أقول لحضرتك أنا هحكي بس لحضرتك، كل ما أحاول أتهرب وأعتذر فهي تزلل أي عقبة. أي عقبة كانت بتزللها. فآخر مرة أنا بتكلم بنتي بتقول على فكرة اللي عندها 6 سنين، فآخر مرة أنا قلت لزوجتي ردي وقولي لها، هو ساب التليفون ومشي. وبعد ما قلت لها في اخر انا جاي، يعني كنت قلت لها انا جاي، ساب التليفون ومشي، وبعد كده قفل التليفون. فبتول، فلقيت براء ابني عنده 13 سنه بص باستغراب، وبتول اللي عندها 6 سنين بصت لي وزعلت، قالت يا بابا انت مش علمتنا ان الكذب حرام؟ فانا يا بتول اعدك لن اكذب بعد الان. لا وانت ما كذبتش اصلا. فانا هنا دلوقتي عشان بتول، انا مش يعني مش عارف، بس انا مش حابب يعني ان انا يعني انا طول عمري رجل في الظل ومهمش ووحيد، ف يعني لا ادعي دور الشهيد، ولكن يعني ما احبش الصخب. حلو ماشي، ما احبش الصخب، لكن مش مهمش. يعني فائز بجائزه معرض الكتاب تبقى مهمش ازاي؟ حتى جايزة، لقد اصبحت نجما. شكرا، اشكرك. حتى جائزه معرض الكتاب جات بالصدفة، الصدفة البحتة. أنا قدمت إرضاء للشاعر الجميل كمال أبو النور لما كنا في باخد نسخ من المعرض، فدخلنا من مرة خطأ، فشاب صغير قال لنا أنتوا داخلين تقدموا في الجائزة، فأصر كمال من كثرة إلحاحه قدمت. وأنا في اعتقادي صراحة أن المسألة مسألة تربطات ومسألة يعني مش صعب أن الواحد ياخد الجائزة يعني. فرضيت كمال وقدمت 3 نسخ وخدنا بعضنا ومشينا. فوجئت بفوز الديوان، فوجئت بأن اللجنة لا أعرف فيها أحدا وأظنهم لا يعرفوني، يعني لست اسما لامعا يعني عشان يعرفوني.
فباستثناء طبعا الاستاذ احمد سويلم، انا يعني اعرفه من كتاباته ما اعرفوش عن مستوى الشخصي، وكنت يعني وبعد واستغربت جدا بعد ما عرفت، لانه بالتاكيد الديوان ديوان نسر شعر نسري، وبالتاكيد الاستاذ احمد سويلم كان هينتصر للقصيده التقليديه، ففوجئت ان هو بمنتهى التجرد يعني اعطاني صوت رغاي شويه خالص. انا مش هسيبك الليله دي. طب انا لازم ارجع. فهي لجنه انتصرت للشعر، ما شخص يعني ما احنا متفقين دايما ان الشعر هو الفن المظلوم، مفيش خلاف، لكن انا هيهمني جدا ان انا عايز اسمع بإلقائك الخاص جانب او مقطع من هذا الشعر وانت بتحكي لي تجربتك بالجمله الافتتاحيه اللي قلت هذا الشعر ليس لك ان كنت نجما بالظبط، ولكن للمهمشين. تمام. والله احنا كلنا مهمشين بس مش واخدين بالنا. الحقيقه ده حقيقه. عايز ارجع لمينا عادل. اتفضل. نواحي البطرخانه، وكنت طفلا قبطيا في المنيا. اهاجمك بقى زي ما انا عايز. اتفضل. انا مسلم انت مسيحي، معروفه لازم يهاجموا بعض مش كده؟ طبعا. اعوذ بالله، ولا عمرها هتحصل. لكن انا دايما يلفت نظري انه او بالاصح لفت نظري نواحي البطرخانه، كنت طفلا قبطيا. انت روائي قبطي؟ روائي لا مسيحي؟ لا طبعا، انا مش انصار ال شفت الغلاسه بتاعتي؟ مش كده؟ مش انصار التصنيف ده، انا روائي مصري. طيب العناوين بتاعتك بتقول انت روائي مصري مسيحي. ممكن العنوان بيكون بيقول كده، بس في روائيين مسلمين عندهم يعني مش عايزين نقول اسماء كتير جدا يعني عندهم عناوين، العنوان بيدل ان هو دلوقتي انت هتشوف هتقرا جوه حاجه عن المجتمع المسيحي في المجتمع القبطي في مصر. العنوان ايه؟ العنوان دال عن اللي جواه. انا يعني كنت طفلا قبطيا في المنيا، قبل ما يكون في كتاب كان في عنوان، يعني كان قدام العنوان كنت طفلا قبطيا في المنيا، وبناء عليه جه الكتاب كله. بس جوه بقى هنعرف يعني في ناس كتيره بقى تقول ان القبطي هو مصري والحاجات دي كلها، بس انا جوه بقول ان القبطي هو المصري هو المسلم، هم ثلاثه ببعض. هو كمان الراجل المصري القديم، لاني لما قعدت اكتب الكتاب اول فاول عايز اقول الانثروبولوجي انا قعدت اكتب الكتاب. الفكره في البدايه اني انا مثلا عندي صحابي، انا يعني عندي علاقات كويسه في الوسط الثقافي، اصدقائي، فدايما هم بيكون عندهم اسئله ولكن محرجين يسالوا، لان احنا بيننا سدود وقافلين على بعض وبنحرج ان احنا لو سالنا عن الاخر او عن المختلف ان احنا بنكون بنحرجه او حاجه زي كده. فهو دايما كنت بشوف سؤال عايزين يسالوا، يعني الناس دي مثلا بياكلوا ايه، بيروحوا يعملوا ايه، عاداتهم وتقاليدهم والحاجات دي ازاي، بس هو خايف يسالنا احسن يحرجنا. انا طبعا ما فيش اي احراج، يعني انا لو حد سالني اقول، فقلت انا اوفر عليهم الحرج وانا ايه هكتب بقى الكتاب ده. فهكتبه ازاي؟ هكتبه انا كنت معجب جدا بالانثروبولوجيا ودرستها على ايد العالم الجليل الدكتور سعيد المصري، والكتاب هو تقديم من الدكتور سعيد المصري، وانا هديت له جايزه كمان يعني، لان هو كان متابع معايا الكتاب واحده واحده وكتب لي مقدمه بسعد بيها جدا، وكتبته بالمنظور الانثروبولوجي. جيت بقى لما كتبت فبكتب عن المعجزه، بكتب عن الشفاعه، بكتب عن النذر، بكتب عن المولد، واجي احس ان انا شفته قبل كده، شفته فين غير عندنا. فلاقيه مثلا يعني بيحصل في يعني مثلا في كتاب مهم بتاع الدكتور سيد عويس طبعا بتاع رسائل الامام الشافعي، الناس اللي بتروح تكتب الرساله وتحطها، فانا لقيت قسم مشترك احنا بنعمل ده كمان، يعني بنكتب على الورقه الطلبه. وكمان لما قعدت اقرا المضمون بتاع الرسائل بتاع الدكتور سيد عويس، فوجدت ان يعني في حاجه مثلا في نغمه مشتركه، في مثلا يعني المتضرع للامام الشافعي ده يشبه المتضرع للقديس حتى في طريقه يعني في الصياغه، فيها شعور مثلا من الاذلال، مثلا عبدك الفقير او عبدك يعني فيها نغمه اذلال يعني من الحاجات اللي هي بتبقى محببه واحنا بنتشفع. لقيت النغمه حتى متشابهه يعني ما بين اللي بيتكتب في القصصات في الاديوره وفي الاماكن المقدسه المسيحيه واللي بيتكتب في عند الامام الشافعي. والمولد انا عشت في المولد في المنيا، مولد العذراء في جبل الطير، لان انا من المنيا. الناس اللي بتروح بتوع المراجيح وبتوع الحاجات دي هم نفس الناس، بيطلع من هنا بيروح هنا، في اجواء المولد ونفس الشكل. بعد كده بقى لقطت حاجه تاني بقى من كتب القديمه، ان لقيت الحاجات دي كانت موجوده. انا مهتم بالتاريخ المصري القديم،
لقيت ان الحاجات دي اصلا لها ابتداد. ففي دايره كده بتلف على الثلاثه بخليها ان الجو في التدين الشعبي في المصري يعني انا وجدت في الكتاب بعد ما خلصته وبعد ما حطيت الثلاث حاجات جنب بعض القواسم المشتركه فيعني كنت طفلا قبطيا وكنت طفلا مصريا يعني كنت طفلا يعني في حاجات كتير مشتركه كنت مصريا مسلما مسيحيا يهوديا في النهايه بعد ما بنقرا كنت طفلا قبطيا يعني ممكن العنوان يكون يعني يثير بعض الشكوك في الاول ولكن انا سعيد بيه جدا لا ده انا رايح البطرخانه بقى كنت طفلا قبطيا لما قعدت كتبت لقيت في حكايات كتير قوي حواديت بس انا لما بكتب كنت طفلا قبطيا بكتب سيره ذاتيه فبكتب انا ودي عيلتي انا طبقت المنهج الانثروبولوجي ده على عيلتي فيعني طلع نتيجه كويسه الحمد لله حلو فابتديت بقى لا يعني ان انا اراقب المجتمع لان انا عندي سؤال من زمان هو ليه المنيا يعني اشمعنى المنيا اللي فيها الدوشه دي كلها الناس كلها عندها اجابات تنفع تطبق على مصر كلها الى اجابه ما اعتقد مش دوري ان انا اجاوب دوري ان انا يعني افتح واطرح اسئله يعني دور الكتابه او الادب طيب هستاذنك احنا هنرجع مره تانية على حكايه المنيا بس انا عايز ارجع استاذ محمد سلم واحنا اتفقنا على انه انا عايز اسمع من اختيارك فقره ما هنقراها بصوت سيادتك تحت امرك اعتقد الكتاب اللي اشار بتاع الدكتور سيد عويس اللي اشار ليه الاستاذ مينا هو كتاب هتاف الصامتين لا 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 هتاف الصامتين ده عمل اخر لا. اللي هو كان غير. فيه اللي بيتكتب على العربيات كان اللي بيتكتب على العربيه عموما انا لا هتاف الصامتين كل ما هنالك أن المصور الذي استأجرته كي يصورني وأنا أصول في الحلبة وأجرجر الحياة من شعرها على الأرض كان نائما وعندما استيقظ صورني في الجولة الوحيدة التي انهزمت بها وأنتم صنعتم الإطار واعتنيتم بتثبيتها على الحائط في المرة القادمة عندما يحدث زلزال ربما تسقط الصورة وينكسر الإطار كده كمان. دي متون المعاناة ينفع نسميه كده والله كنت تصول في الحلبة ده المصور اللي أنا استأجرته عشان يصور والصورة جابت الهزيمة الوحيدة الراجل نام وما صورنيش اللي أنا بنهزم طب ده معناه أنه كان في الكثير من الانتصارات بالضبط مجرد محاولة الحياة وسط هذا فهو يعني أو مجرد التغلب على كل الانكسارات دي فهو بطولة يعني طب إذا كان هذا الرجل ينتصر وينتصر وينتصر وعندما هزم فكانت الهزيمة مرة واحدة ليه يومياته اسمها سيرة ذاتية لرجل تافه هو ليس تافه على الإطلاق قد يكون وحيد لكنه ليس تافه لأنه منتصر يعني يعني التفاهة في حد ذاتها أحيانا تكون بطولة يعني أحيانا نكون تافهين بإرادتنا نتخذها ملاذ مهرب بالظبط حمايه ممكن جدا حتى لا ننكسر تمام ده بجد ده بجد يعني صخب الحياه ومتطلبات الحياه يعني ممكن جدا تخليك ان انت تفضل انك تكون في الظل هل لازلت تفضل انك تكون في الظل تبتعد عن الصخب يعني لا تحضر لقاءات تلفزيونية لا ترد على التليفون وتجري أحاديث صحفية يعني أعتقد أن أنا برتاح لده أكتر يعني برتاح أن أنا يعني أعيش عيشة هادئة يعني الكل يحب العيشة الهادئة لكن صححني لو أنا غلطان من اليأس من أنه أو من مرحلة يأس ما أن أنا هقدر أحقق ما يجب أن أحققه
فأجد أنه بوصفك مصادفة، وأنا لا أؤمن بالمصادفات. تمام. الموهبة هي اللي فرضت. تمام. ده في رأيي. تمام. بس وأعتقد في رأي اللجنة، يعني مش في رأيي أنا بس. تمام. وأنا بحيي اللجنة مرة أخرى فعلا، لأنها بمنتهى التجرد يعني ان هم انتصروا للشعر وليس لشيء اخر، هم يعني إذن ما يعرفونيش ولا انا اعرفهم. لم يعد لدينا وقت للانعزال او وقت للابتعاد عن الضوء ولو من وقت للتاني، ولا ايه؟ ما هو ده معناه ان لازم اقدم في جايزه تاني وفي جايزه تالت وفي رابع. مش انا طلعت السلمه، هو مش معقول اسيب بقيه السلالم. هو طب هو بدايه يعني اي شاعر او اي كاتب بيقدم لجائزه فهو يعني مش رميه نرد، هو اكيد يعني عنده شبه اليقين او ما يشبه اليقين بان هو هيفوز وان اللي كتبه ده مميز، والا ليه بيقدمه للحصول على جائزه اساسا الا اذا كان شايف ان هو يستحق ان ينال الجائزه. يعني مسألة ربما لو كنت أنا ما كسبتش كنت أتكلم عن نزاهة اللجنة بشكل آخر يعني. فأنا دلوقتي من موقع الفائز بتكلم عن نزاهة اللجنة ومش عارف فعلا لو كنت خسرت كنت أقول إيه. دي طبيعة الإنسان بالضبط يعني. مش هنقدر نتجرد بعيد عن عيوبنا البشرية يعني. طب أنا هنا هرجع مرة تانية لمينا. أنا هستأذن إن أنا اللي هقرأ، ولا عايز تقرأ أنت؟ لا لا بلاش. ممكن أقرأ؟ لا لا أقرأ حضرتك أي حاجة. أنا عملت إيه لما أنت اديت لي الكتاب وأنا خارج من باب الاستوديو بقى، فأنا بتلكك عشان أطلع أشرب كوباية مية، أشرب شوية قهوة، القهوة دي باردة بس أنا ما عنديش مشكلة أشرب قهوة باردة. فرحت فاتح الكتاب وأنا من عادتي أي كتاب أمسكه أول مرة أروح فاتحه بشكل عشوائي وأشوف عيني هتيجي على إيه. فجت عيني على ثم جاء يوم الرب، وهو يوم الأحد من كل أسبوع، وكانت أفكار الأستاذ لويس الصحفي قد وصلت إلى مسامع كل أهل البطرخانة ومنهم القس إشعياء أكبر كهنة الكنيسة في العمر والقيمة والنعمة وأكثرهم غيرة على أسرارها المقدسة وإيمانها المستقيم. بدأ أبونا إشعياء عظته التي أسماها هذا اليوم، هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. أنا هتوقف عند هنا، مش هقرأ العظة دلوقتي، هقعد أقرأها غالبا بكرة صبح أنا لما هروح في حالة إغماء شديد نظرا إلى إن أنا صاحي من بدري زيادة عن اللزوم. أنا مش بصدد أن أنا أثني على اللغة ولا على التركيب ولا على الستراكتشر البناء بتاع الكتاب، لكن أنا بصدد السؤال دايما. قلت لي الكاتب مش لازم يحط الأجوبة لكن يطرح الأسئلة، إيه الأسئلة الكتير اللي طرحتها حوالين المينيا؟ هو السؤال الكبير عندما كنت طفلا قبطيا. السؤال الكبير هو ليه المينيا؟ ليه المينيا؟ أنا كنت بشتغل فترة من حياتي معد وسألت يعني كبار المفكرين في مصر ليه المينيا؟ أنا عندي سؤال يعني من زملائنا. إيه؟ اشتغلت مع مين من زملائنا؟ هقول لك بعد ال ماشي بخلص. فكنت بسأل كل الناس يعني مهتم بالسؤال ده لأني أنا يعني عندي تجارب قبل كده. يعني أنا مثلا حضرت حادث عنف كبيرة، يعني أنا حضرت حادث الأنبا صموئيل الأول اللي هو تفجير الأوتوبيس. يعني أنا بهدي كده من نواحي البطرخانة ده أروح الشهداء دول لأن أنا رحت هناك بدري وشفت يعني البشاعة العمل الإرهابي ويعني دخلني برضو يعني افكر يعني فكره يعني العنف ده شيء بشع جدا. فيعني ابتديت ان انا افكر ان انا يعني لو هكتب حاجات زي كده هعمل ايه، هبتدي افتح بقى واشوف وارجع اشوف انا المجتمع ده افككه حته حته. يعني نواحي البطرخانه لما حضرتك دي 37 قصه، بس مش اي 37 قصه، 37 قصه انا شايفهم دليل على شيء ما يخلي الناس، مش انا اللي هجاوب، اللي يمكن يجي حد بعد يجاوب فيشاور على الحته اللي عملت المشكله هنا ايه، يمكن يعرف ده. لاني انا ممكن ما اعرفش الاجابه بس انا اعرف يعني حاجات على الاقل يعني 25 سنه فاتت
انا هو كباحث مثلا او كحد بيدور على اجابه 25 سنه اللي فاتت ما كانش بيدور، انا كنت موجود وانا شفت وانا سجلت. يعني الاستاذ محمود عبد الشكور الناقد الكبير كاتب عن الكتاب ده يعني عن ان طفل عينه ما بتفوتش حاجه، يعني هو الراوي هنا طفل هو اللي بيتكلم. فانا كمان بحب التكنيك ده بتاع الراوي الطفل، يعني بحسه ان هو من اقرب الحاجات لقلبي يعني بيسحر. فهو الراوي الطفل ده بقى يعني مش بيفوت حاجه، بس انهي راوي طفل، الراوي الطفل اللي هو بعد ما كبر وكون افكاره شويه فيرجع يفتكر من المجتمع اللي كان عايش فيه ايه القصه اللي لازم تتحكي، ايه القصه اللي الباحث دلوقتي ممكن مش واخد باله منها، او اللي بينظر للمجتمع ده مش واخد باله منها. انما طبعا اجابه ما عنديش اجابه حقيقيه، يعني ما اعتقدش في حد عنده اجابه. اياكم واليساريين الاقباط. هتقولي انا مش يساري، هقول لك استحاله دي لا تخطئ ابدا. عيب. طيب انا اخيرا عشان عمرو بيقول لي يلا خلاص احنا هنختم، عايز ارجع مره تانية لاستاذ محمد سلم لانه قليل الكلام، تلك هي عاده كل شاعر. لاجل براء وبتول هتعمل ايه؟ هقول شعر دلوقتي خلاص ونختم. هتقول شعر دلوقتي وهننتج تاني وتالت ورابع ولا؟ بالتاكيد انا يعني اللي بيقع في أسر الشعر صعب الفكاك من الشعر، بس يعني انت جنون شعر الحقيقة. لكن أنا في يعني أنا في مدينة المنصورة اللي هي يعني من المنصورة مدينة نفسها المثقفين. مدينة شاعرة أساساً، هي مدينة المثقفين الحقيقة. واللي يجي من بره المنصورة ويخش كليات في المنصورة تلاقي روائي وشاعر ومبدع وبتاع، في حاجة في المنصورة. المنصورة ما هي مدينة شاعرة الحقيقة بجد فعلاً يعني. ف طبعا هكتب، يعني هكتب، اتمنى الا ان الكتابه ما تتخلاش عني، يعني ان الكتابه هي اللي ما تتخلاش عني، لان كل قصيده هي انتصار على كل القبح. لو قدمت في جائزه وما كسبتش هتبقى اللجنه اكيد مش نزيهه. بس هتقدم. الموضوع بسيط. بس هتقدم بعدها تاني وتالت، ده في حينه يعني، ده في توقيته يعني. هو طبعا لا انكر ان انا فرحت بالجائزه جدا، ولكن عايز اقول بامانه يعني جائزه معرض القراءه الدولي للكتاب هي جائزه تحمل اسم او مرتبطه باسم اكبر حدث ثقافي مش على مستوى مصر، اعتقد على مستوى العالم العربي، اللي هو معرض القراءه الدولي للكتاب. فده دي قيمه كبيره الحقيقه، ان الجائزه الاكبر كانت في حفاوه ناس كتير جدا وفي احتفال ناس كتير جدا من اصدقائي على الفيسبوك وبتاع. فانا بشكرهم جدا 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 طبعا، وكل واحد كان بيتصرف وكانه هو صاحب الجائزه، وبالفعل هو صاحب الجائزه لانه هو صاحب فضل عليا. هناك اسماء احتفت بجائزتي، يعني أعتقد أنهم لو قدموا في الجائزة كانت فرصتي هتقل يعني. ويكفي جائزة يعني جائزة كان شعر كبير الأستاذ جمال القصاص لما يطلبني يعني، وده أستاذنا ويعني كبيرونا الذي علمنا الشعر يعني، فلما يطلبني من قبل الجائزة حتى ويكلمني عن الديوان ويقول لي أنه هو هيكتب عنه. عايز بالمناسبه برضو اشكر الشاعر الكبير الاستاذ فتحي عبد السميع اللي ماسك سلسله الابداع الشعري. هو ما كانش يعرفني لما تقدم له الشغل، لما تقدم له الديوان ما كانش يعرفني، ومع ذلك نشر الديوان لحد مغمور ولا يعرفه، فبشكره بجد. مفيش حد مغمور. يمكن انا هختم الفقر وعلى رأي فيلم الناصر صلاح الدين، محمود نظر كان عنده جملة لطيفة كده يقول له، لا ما كانش نظر، كان زكي طليمات اللي قال وفي ليلة أقل جمالا من هذه الليلة سوف تأتينا إلى يا فيرجينيا زاحفة يا فيرجينيا وحاجات زي كده. لكن أنا اللي بشوفه أنه في ليال كثيرة قد تكون أكثر جمالا وبهاء من هذه الليلة، هيبقى بجد في عندنا لقاء أكثر اتساعا مما فعلناه هذه الليلة. وخليني أقول لحضراتكم حاجة لطيفة خالص، أنا أصلي من محبين محمود درويش إلى حد يعني غارق في حبه أكتر مما ينبغي، فكان عنده جملة لطيفة خالص كده يختم بيها واحدة من أروع قصائده، أظنها دايما تترجم الإبداع. أنا لي بس أنا لي، أنا مش لحد تاني، أنا هكتب، أنا هنشر، أنا هقدم في الجوائز، أنا نجحت أنا ما نجحتش، أنا كويس، أنا لي.
أشكركم على وجودكم معنا. كل الشكر جدا 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 أستاذ محمد مينا صديقي العزيز لنا حديث ونحن خارجين من هذا الاستوديو العريق. هستأذنكم مش هنروح لفاصل، هتخلص الحلقة لحد كده لو كلنا العمر. نقابلكم بقى إن شاء الله يوم السبت القادم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.